يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة وصباح الخير على كل المصريين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023. في الحقيقة يمكن كل متابع حركة النقل والمواصلات عموما في مصر دلوقتي هيلاقي ان بقى في حالة من حالات السلاسة والسهولة في التنقل من وإلى اي مكان، لان من اهم الحاجات اللي عملت فرق كبير جدا في حياة الناس وحياة المصريين في الكام سنة اللي فاتت هي مشروعات الطرق. واعتقد ان المشروع القومي للطرق قدر ان هو يثبت كفاءته ويقدر ان هو يحل ازمه كبيره جدا في التكدسات المروريه في القاهره، ومش بس القاهره، لا احنا هنتكلم على كل المحافظات، لان اصبحت في طرق حقيقيه موجوده، طرق موجوده على اعلى المواصفات كمان العالميه اللي بتربط ما بين المحافظات والمدن بعضها البعض، وكمان في محاور وطرق رئيسية، يعني الناس اللي بتسافر مثلا من محافظات الدلتا زي الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية، ولازم أقول المنوفية عشان أنا من المنوفية، يعني يقدروا اللي هم يوصلوا للقاهرة في وقت قصير جدا عكس ما كان بيحصل في الماضي تحديدا أو من كام سنة فاتوا، لكن بنتكلم في 9 سنين قدر القطاع ده تحديدا اللي هو يثبت ان هو يعني على كفاءة عالية جدا، وقدر يقلل من المعاناة اللي كان بيعانيها الأهالي والمصريين في الساعات اللي كانت بتهدر في الطريق. افتكر يا منى اللي انا من 5 أو 6 سنين كان عندي فرصة عمل كانت حلوة جدا ومناسبة جدا، خلاص، كانت في التجمع وانا من سكان 6 اكتوبر، يعني بنتكلم في القاهرة وجيزة، يعني الاثنين يعتبروا قاهرة كبرى. تخيلي اللي انا والله بعد قلت لهم هاجي اجرب، ما عنديش مشكلة طبعا وانا موافق بالعرض. رحت قعدت 4 أو 5 أيام وقلت لهم انا اسف جدا اعذروني. ليه؟ كانت المسافة اللي بقطعها من التجمع، كنت بخلص شغل الساعة 5 اوصل بيتنا 9 مساء، علشان بس الدائري والتكدس المروري اللي كان بيحصل على الدائري في الجزئية تحديدا اللي هي موجودة من عند طريق الاوتوستراد لحد البحر الأعظم. فعلا كان بيحصل ساعات مخضرة، قلت لهم يا جماعة أنا السي في بتاعي بعد 3 سنين هيبقى دائري، فأنا رافض تماما. النهاردة أنا بتنقل أو بنتقل من أكتوبر للتجمع في مسافة لا تتخطى النص ساعة أو 38 دقيقة بالظبط. حقيقي أنت عندك شبكة مواصلات كبيرة، الدائري الأوسطي كمان الجديد فرق جدا مع تحديث اللي حصل في الدائري صحيح. القديم فعلا بقى الربط ما بين ال 6 أكتوبر والتجمع بقى مختلف. احنا مش بنتكلم بجد على المستوى الصغير جدا، احنا شفنا فترة طويلة جدا الأهالي كان عندهم معاناة كبيرة جدا اللي بيسافروا من القاهرة للمحافظات بالذات في الأيام الأعياد، ولما يستخدموا طريق مصر اسكندرية الزراعي كان بيلاقي الطريق مقفول تماما، نقول مثلا من أول أليوب ولغاية شبرا كل ده كان بيبقى مقفول تماما يوميا، كان في ساعات بتضيع في زحمة الطريق في الأيام العادية. نتخيل يا عبد الصمد أيام المناسبات الأعياد كان بيبقى الطريق عامل إزاي. الكلام ده طبعا كله انتهى تماما لما اتعمل طريق شبرا بنها الحر، الطريق بقى أمان، بيختصر الوقت وبيختصر المجهود وتنفذ على أعلى مستوى. طريق يعني مجرد مثال نقدر نقوله، في طرق تانية مهمة زي مثلا طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ده كان مثلا مسافة من القاهرة لغاية المنيا كان فيها مشكلة كبيرة جدا. طريق الصعيد البحر الأحمر ده بطول 180 كيلومتر، التكلفة كانت 1 مليار جنيه. احنا شفنا كمان طرق تانية تم إنشائها، طريق القوس الشمالي اللي مسك الطريق من أول طريق الدائري الإقليمي بطول حوالي 90 كيلومتر ولغاية طريق الجلالة وطريق النفق شرم الشيخ، كل دي طرق ومحاور رئيسية سهلت الناس إنها تعرف تتحرك وتتنقل بشكل سريع وآمن في نفس الوقت. وخد بالك قوي من كلمة آمن، لأن حتى الناس كانت مش بتبقى لما الطريق صحيح. بيفتح كانت الطرق مش مظبوطة فكان بيحصل حوادث، لا وكان حوادث كتيرة جدا موجودة. النهاردة احنا قدرنا ان احنا نقلل نسبة الحوادث دي بشكل يكون مش موجود، يعني اللهم بس احفظ الجميع. ما شاء الله ما شاء الله. فعلا ما كانش يعني ده بيحصل في السنوات اللي قبل كده، بنتكلم 9 سنوات حقيقية من الإنجاز. بقى عندك بدل الطريق في 2 و3 و4، لو بنتكلم على كوبري اكتوبر، وكوبري اكتوبر عارفين اهميته الكبيره جدا، بقى اصبح عندنا محور تحيا مصر اللي هو كمان اصبح اللي هو اكبر كوبري معلق موجود في موسوعه جينيس. قدرتي اللي انت
في خلال وقت قصير تتحدي التحدي نفسه اللي كان بيأرق المصريين في فكرة الزحمة والتكدسات المرورية. لا، اعملي طرق بديلة. الدائري أصبح عندك الدائري الأوسطي اللي انت قلت عليه، في شرايين كتيرة جدا قدرت اللي انت تمديها في وقت كمان قياسي، لأن ده في زمن الدول بيبقى وقت قياسي. لكن دايما بيطلع المشككين يقول لك يا عم شبكة الطرق دي احنا هنعمل بيها ايه؟ ايه لازمتها الطرق وايه لازمتها الكباري دي كلها؟ لا، ليها لازمة، وليها لازمة كبيرة قوي، لان في الوقت اللي النهاردة في مشكلة كبيرة بتؤرق العالم كله وهي أزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كانت الدولة المصرية حقيقة عندها بعد نظر، قدرت اللي هي مثلا تعمل طريق زي محور الضبعة. محور الضبعة ده نهايته خلاص موجود ايه؟ موجود مشروع مستقبل مصر اللي بيأمن الأمن الغذائي المصري، بنتكلم في تقريبا 2 مليون فدان من الزراعات المختلفة والمتنوعة، وبنتكلم على توشكا وغيرها. كل المشروعات الكبيرة العملاقة دي ما كانتش هتكون موجودة إلا لو كان في شبكة طرق حقيقية تخلي مستثمرين يروحوا يستثمروا هناك، وتخلي الدولة نفسها عندها قدرة اللي هي تقدر تيجي وتروح تعمل مشروع كبير عملاق زي ده عشان يبقى فيه سهولة لنقل البضائع من وإلى. كمان المشروع القومي للطرق قدر اللي هو يدعم فكرة إنشاء المدن العمرانية الجديدة وتكون جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وكمان قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، لأن بدون المحاور دي ما كانش هيكون في أكتر من 24 مدينة جديدة في مصر، سواء في محافظات الوجه البحري أو الوجه الإبلي كمان. فكل ده أي تنمية حقيقية، لو أنت عاوزة تعملي دولة اعملي طريق الأول. عاوزة تعملي حياة وسكان لازم يكون في طريق عشان الناس تقدر تروح المناطق دي. الاستثمار، احنا قعدنا سنين نقول عندنا ضعف في الاستثمار الخارجي، المستثمرين مش بيجوا، المستثمرين المحليين موجودين في مكان واحد مش بيتحركوا لان ما كانش في طرق موهده، هيوصل بضاعته ازاي وهيوصل العاملين للاماكن ازاي. الطرق نقدر نقول هي واحد من اهم شرايين التنميه المستدامه في اي دوله، عنصر جذب رئيسي للاستثمارات. اي استثمار جديد بيكون محتاج لبنيه تحتيه، بيكون محتاج لشبكه طرق بتسهل حركه التجارة وبتسهل كمان حركة النقل. عشان كده نقدر نقول المشروع القومي للطرق أحد أهم الإنجازات اللي اتعملت في السنين الأخيرة. إن شاء الله الفترة الجاية نتكلم أكتر عن التفاصيل، والنهاردة هيكون موجود في حلقتنا تفاصيل عن المشروع القومي للطرق. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح عليكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في صباح الخير يا مصر، ودلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لمياء حاملين. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لمياء، يعني أعتقد في العادي كنا بنعرف أخبار المرور، بس بما إننا أجازة وأصلا الدنيا بقت يعني فيها حركة انسيابية غير طبيعية في العادي، فأعتقد مش هنطمن على المرور، لكن يهمنا نطمن على الطقس. الطقس، بص خلي بالك ان فصل الخريف عموما فيه تقلبات حاده وسريعه طول الوقت، فاحنا حاسين بدرجات حراره كده بقى لنا كام يوم عشان في مرتفع جوي لكن مش شديده قوي. خلاص انت كده مطمن؟ اتفضلي. بصبح عليكم، بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبوره مائيه قد تكون كثيفه صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، خصوصا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 36 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. اهلا بحضراتكم. خلينا كالمعتاد نبتدي باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفاليه الاوقاف بالمولد النبوي الشريف، وكرم عدد من العلماء والائمه والقراء. وخلال الاحتفاليه قال سياده الرئيس ان سيره حياه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام معين لا ينضب من الدروس والعبر التي نستلهم منها قيم الامانه والصدق والاخلاص في العمل. يعني كل سنة وانت طيبة يا منة، والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب. كمان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد امبارح اجتماع مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية وخمس شركات متخصصة في مجال الاستثمار في التعليم العالي. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لتعميق التعاون على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي. خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير.
أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكولاي باتروشاف أمين مجلس الأمن الروسي. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ونقل أمين مجلس الأمن الروسي تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكداً الأهمية اللي بتوليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وكرم عدد من العلماء والأئمة والقراء. خلال الاحتفالية قال الرئيس إن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. امبارح هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقال الرئيس السيسي عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها، فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل. وتابع الرئيس السيسي في نص التهنئة: إنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير. امبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع وفد بريطاني ضم ممثلين عن 10 جامعات من كبريات الجامعات البريطانية وخمس شركات متخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي. وثمن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي الممتد عبر العقود، واللي انعكس مؤخراً على تضاعف عدد الجامعات البريطانية في مصر، وأكد تطلع مصر لتعميق هذا التعاون اللي بينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها. يأتي ذلك الاتفاق انطلاقاً من توجه الدولة نحو دعم التصنيع خاصة الصناعات الاستراتيجية ومواصلة خطة التطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، وده بمناسبة عيد القوات المسلحة. امبارح وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أبرزها الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة 5 و10 جنيه بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973. كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر فئة الجنيه ونص جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة احتفلت بتخريج الدفعة 160 ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد شحاتة مصطفى أبو اليزيد بحضور اللواء أركان حرب خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445، وتم تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية اللي بتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة. نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، ونبدأ من المنيا اللي تم فيها انطلاق مبادرة يوم الخير بإجمالي 5000 قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية. أما في سوهاج فتم بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا. كمان امبارح في المنوفية تم الإعلان عن تنظيم 106 نشاط ثقافي لتنمية الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة. وفي الغربية تم تحصين 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنيا أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار يوم الخير لبسك لغيرك عيد، وده بمراكز شباب المنيا لتوزيع 5000 قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجاً بمراكز الشباب. في سوهاج أعلنت المحافظة عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا اللي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وتم تدشين المحطة على مساحة 15 فدان، وبتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب في اليوم، وبتخدم أكثر من 300 ألف نسمة. في المنوفية شهدت المحافظة تنظيم 106 نشاط ثقافي وفني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع. في شمال سيناء شهدت المحافظة اجتماع تحليل بيانات الحوادث المرورية ورصد أماكن وأسباب الحوادث ووضع خطة لمعالجتها، وتم تشكيل لجنة لحصر وتحديد النقاط السوداء للحوادث بالطرق المحلية للمحافظة والطرق الخارجية على أن تضم في عضويتها قائد المرور ورؤساء مجالس المدن. في كفر الشيخ افتتحت مديرية التربية والتعليم معرض أهلاً مدرستي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية وأحذية وشنط وسلع غذائية وغيرها بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30% لـ40%. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023. في أسيوط تم رصف شوارع مدينة البداري ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل حركة الانتقال وتحقيق السيولة المرورية. في الدقهلية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات اللي بيتم تمويله من صندوق التنمية الحضرية، وبيشمل المشروع إنشاء عمارات على أرض حي شرق المنصورة وإنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن فقرات صباح الخير يا مصر متواصلة مع حضراتكم حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خصوصا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا بقالنا يومين متعرضين لمرتفع جوي بيرفع من درجات الحرارة، بقالنا كذا مرة. ذروته إمتى وهينتهي إمتى؟
بالفعل يمكن احنا خلال هذا الاسبوع بنتاثر بارتفاع في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الخميس وغدا الجمعه ان شاء الله، لانه متوقع اليوم يكون في مزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره بحوالي من درجتين عن امس او اول امس، يعني اليوم عظمى على القاهره الكبرى ما بين 36 الى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار. بيتأثر بالفعل بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض. المرتفع الجوي ده بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، زياده فترات شطوع اشعه الشمس، بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، ففيها ارتفاع في قيم درجات الحراره. الاجواء خلال فتره النهار بتكون اجواء شديده الحراره على المناطق الموجوده في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، بعض المناطق من جنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. اجواء حاره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده بيكون خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره. يمكن اغلب مناطق الجمهوريه بتشهد ارتفاع في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. اول ما اشعه الشمس بتغيب وبنخش فترات الليل، درجات الحراره بتبدا تنخفض، بتنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. هتبقى فترات الليل لطيفه جدا، خاصه زي ما بنقول فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، الاجواء هتكون لطيفه في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30 35 كيلومتر على الساعه. نشاط الرياح ده بيكون في بعض الاماكن خلال فترات المساء ساعات الليل، بيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو، فبالتالي بيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. ما زالت الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال هذه الايام هي الشبوره المائيه، لان هي دايما هي اللي بتظهر في حالات استقرار في الاحوال الجويه، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه او وسط سيناء. وطبعا مع تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر وبتستمر معانا فترات الصباح الباكر حتى استطلاع اشعه الشمس. تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي بشكل تدريجي وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على بعض المناطق من اقصى جنوب البلاد، بعض المناطق الموجوده في اسوان، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين. الاجواء هي الحمد لله الظواهر الجويه كلها مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن احنا هنحس ان درجات الحراره فيها ارتفاع كمان عن بدايات هذا الاسبوع. متوقع كمان غدا الجمعه استمرار الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره. ارتفاع درجات الحراره ده امتى ينكسر ان شاء الله؟ مع يوم الحد المقبل، مع يوم الحد اللي جاي ان شاء الله يبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وانخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 3 ل4 درجات، بالاضافه كمان فرص الامطار اللي هتكون بشكل متفاوت في معظم محافظات الجمهوريه، لكن غير مؤثره تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. مهم بس ننصح كل الساده المواطنين خلال هذه الايام على الاقل في 72 ساعه اللي جايه قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الظهيره. القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق خلال فترات الصباح الباكر، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، بالاضافه كمان ان احنا مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان وارد يحصل تغير في خرائط الطقس او في الحاله الجويه في اي وقت. طيب بما ان احنا في فصل الخريف وفي ارتفاع في درجات الحراره احنا بنعيشه حتى النهارده ومكمل معانا لحد بكره، يوم الاحد هيحصل انخفاض في درجات الحراره وممكن يبقى في اجواء ماطره، التباين او التقلبات الحاده والسريعه في فصل الخريف، تقدري تنصحي الناس بايه في حاله زي دي؟ هو طبعا احنا دايما متعودين على كده، يعني فصل الخريف بالفعل هنلاقي يوم في ارتفاع في الحراره ويوم في انخفاض في الحراره، هنلاقي كمان بعد كده فرق درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. هي النصيحه المهمه والاولى اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم ان احنا نشوف النشره الجويه او نتابع النشره الجويه عشان نبدا نكيف نفسنا مع الظروف الجويه المختلفه، ونخلي بالنا تدريجيا كمان مع الاسبوع اللي جاي نوعيه الملابس نبدا ناخد بالنا منها بشكل كبير، خاصه لما نلاحظ الفرق الكبير بين فتره النهار او فتره الليل، او نبدا نلاحظ
البروده في فترات الصباح الباكر او فترات الليل المتاخر هنبدا نقول ان احنا محتاجين يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف قطعه ملابس اضافيه، بس ده لما نبدا نحس بالبروده خاصه في الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. بس هي النصيحه المهمه ان احنا نتابع النشرات الجويه ونبدا نكيف نفسنا مع الظروف الجويه المختلفه، ان كان ارتفاع في الحراره او انخفاض في الحراره او امطار، بس ناكد ان الاحوال الجويه الحمد لله على مدار كمان الاسبوع اللي جاي رغم انخفاض درجات الحراره وسقوط الامطار، لكن ما فيش منها تاثير على اي اعمال انشطه يوميه. احنا هنشوف اجواء خريفيه نستمتع بيها كلنا وما نقلقش تماما الحمد لله. الاحوال الجويه رغم ان يبقى عندنا بعض التقلبات الجويه لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منى الغانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 36 والصغرى 25، العاصمه الاداريه 36 24، اسكندريه 32 23، العلمين الجديده 32 23، مطروح 31 22، دمياط 33 24، بورسعيد 33 23، الاسماعيليه 37 24، السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 33 24، كاترين 33 16، طابا 35 25، حلايب 35 27، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 39 29، الغردقه 40 28. الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 23، بني سويف 38 23، الوادي الجديد 44 23، اسيوط 41 22، سوهاج 42 25، قنا 44 26، الاقصر 44 27، واخيرا اسوان العظمى فيها 45 والصغرى 27. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه هنروح لاحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا، وشكرا موصول للدكتوره منار غانم. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنتهي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، وده وفقاً للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. على أن تبدأ المحافظات العمل بالمواعيد الشتوية يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري. النهاردة هيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باستعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2023-2024. وكانت الوزارة أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد اللي هيبدأ من يوم السبت 30 سبتمبر الجاري للسبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه جامعة الأزهر، هيتم فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023-2024، وده للطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات. النهاردة هتحتفل قصور الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف، ويحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي بمشاركة فرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية. بتأتي الاحتفالية ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية يتم خلالها تقديم محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة. طيب، المجلس الأعلى للثقافة أعلن بشكل رسمي عن فتح باب الترشح لجائزتي التفوق والتشجيعية، وهما يعني من جوائز الدولة لعام 2024. وكمان تم الإعلان عن مواعيد وشروط الجوائز اللي بتكون محل اهتمام كبير جدا من المبدعين في كل المجالات الفنية والأدبية وأيضا المجالات الاجتماعية. خلينا نعرف كل التفاصيل. معانا على التليفون الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام صباح الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا، صباح الخير يا أستاذة منى وأستاذ أحمد، كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المشاهدين بخير. كالعادة موسم ثقافي محترم. خلينا بقى في البداية نتكلم عن
مدة تقديم الأعمال الجوائز أو تقدم الأعمال الجوائز كام يوم؟ هل ممكن أن تزيد الفترة دي ولا لأ؟ التفاصيل بقى الناس تقدر تقدم في مدة قد إيه؟ طيب، هو الحقيقة إحنا كالعادة كل عام فترة التقدم والترشيح لجوائز الدولة بتبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في آخر ديسمبر، يعني عندنا 3 أشهر للترشيح والتقدم. وأنا الحقيقة حريص أقول ليه الترشيح والتقدم، لأن إحنا عندنا نوعين من أنواع الجوائز. بالنسبة للجوائز اللي هي معروضة على البار عند حضراتكم، اللي هي جوائز التشجيعية والتفوق، دي بيتم التقدم ليها من قبل الأفراد. لكن بالنسبة لجوائز الدولة التقديرية ولجائزة النيل، دي الحقيقة بيأتي فيها ترشيحات من قبل الجهات والمؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للثقافة، الجامعات، الجمعيات العلمية، النقابات، المؤسسات الثقافية. فالحقيقة مهم ان احنا نوضح انه الترشيح قاصر في هذه الجائزة النيل والتقديرية على جهات الترشح. جائزة التفوق اما بيكون فيها ترشيحات من المؤسسات او ممكن الافراد يتقدموا ليها. اما بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية فهي مفتوحة للافراد للتقدم بصفة شخصية. في جميع الاحوال فترة الترشيح والتقدم هي 3 أشهر من اول اكتوبر وحتى نهاية ديسمبر باذن الله. نعم. دكتور هشام، عاوزين نعرف من حضرتك، طيب الشروط اللي بيتم وضعها للمشاركين في المسابقة في مختلف فروعها عموما، سواء كانت الجائزة الخاصة بالتفوق أو الجائزة الأخرى الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية. هو بالنسبة لجوائز الدولة التشجيعية، في اللي يمكن أهم شرط هو سن الفئة العمرية، إن هي بحد أقصى 40 عام، وإنه يكون في إنتاج علمي منشور لعدد من السنوات. وطبعا كل الشروط اللي أنا بحكي لحضراتكم عليها دي موجودة، والأول مرة يمكن السنة دي إحنا إلى جانب الإعلان في الصحف اللي هو أمر معتاد بالنسبة لكل عام، أيضا تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية ولجائزة الدولة للتفوق. بالنسبة كما ذكرت لجائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية، هناك خطابات بترسل للجهات المعنية بالترشيح بتتضمن كل شروط الترشح، وبيتم بعدها استقبال الأعمال لتبدأ بقى مرحلة تانية بعد انتهاء فترة آخر ديسمبر، إنه مراجعة إجرائية لاستيفاء الطلبات للمعايير الموضوعة. نبدأ بعدها في مرحلة ثالثة، هي عمل لجان الفحص والتحكيم. زي ما حضراتكم عارفين دي مرحلة مهمة، لأنه دي اللي بيتم فيها الاختيار من ضمن كل الأعمال اللي تم ترشيحها والتقدم بيها، الاختيار من بينها لإعداد قوائم قصيرة بضعف عدد المتقدمين. يعني لو احنا الجائزة بتمنح لعدد 2، بيتم إعداد قائمة قصيرة ب4 أسماء وهكذا. ليه بنعمل قوائم قصيرة؟ لأنه دي بترفع في النهاية، ودي بتكون المرحلة الأخيرة للمجلس الأعلى للثقافة في الاجتماع السنوي اللي بيعقد عادة في شهر يونيو، ليه بيتم تصويت سري للاختيار من القوائم القصيرة للإعلان عن جوائز الدولة. بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية، الحقيقة بيكون في اعتماد لما قررته لجان الفحص. ده يمكن الاستثناء الوحيد، انه ما بيتمش تصويت بالنسبه لجائزه الدوله التشجيعيه، لان ده بيكون بس بالنسبه لجائزه النيل وجائزه الدوله التقديريه وجائزه الدوله للتفوق. اما جائزه الدوله التشجيعيه، المجلس الاعلى للثقافه بيعتمد ما ورد من لجان الفحص اللي هي عملت على مدى شهور بدءا من اول يناير وحتى تقريبا شهر مايو لتمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى في اجتماعه السنوي. طيب، بيبقى فيه تمثيل من المحافظات المختلفة ولا يعني؟ طبعا ده بيبقى موجود في الناس اللي هي بتتقدم، لكن بالنسبة للترشيح، لأن احنا عارفين بيبقى فيه لجان بيتم الترشح ليها، بيبقى فيه تمثيل للمحافظات المختلفة؟ طبعا، لأن حضرتك أنا ما ذكرت المؤسسات الثقافية والجمعيات اللي ليها والجامعات، احنا بنبعت لكل الجامعات في مصر، لكل الجمعيات العلمية، لكل المؤسسات الثقافية، فهي بترشح. الأمر ليس قاصرا على الترشيح على محافظة بعينها، إنما الباب طبعا بيكون مفتوح لكل المترشحين من كل أنحاء الجمهورية.
ولا ننسى أيضا أن هناك جائزة للنيل بالمناسبة للمبدعين العرب أيضا. نعم. طيب دكتور هشام، خلينا نعرف سريعا ماذا عن الشباب، لان احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ما يهتم بالشباب، ويمكن كان في يعني يوم التفوق الجامعي اول امس واهتمام الرئيس بالشباب بشكل عام، فماذا عن الشباب ونصيبهم من هذه الجائزه؟ جائزه التفوق وجائزه الدوله التشجيعيه بالكامل بما يعني تشتمل عليه من ترشيح لفئات عمريه كما ذكرتك حد اقصى سن 40 سنه. لكن ايضا فرصه بالنسبه لسؤال حضرتك ان نذكر انه ايضا بيفتح في نفس الوقت باب التقديم لجائزه الدوله للمبدع الصغير. جائزه الدوله للمبدع الصغير بتشمل النشء والشباب حتى سن 18 سنه. بتقام تحت رعايه السيده انتصار السيسي. ده صحيح. الجائزة بتقام تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، وأيضا نحن حرصنا أن يكون في تنسيق دائم بدءا من العام الماضي، أنه يكون باب الترشح لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نفس التوقيت التقدم لجوائز الدولة الكبيرة. فبإذن الله أيضا هيفتح باب التقدم من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر. وهناك أيضا يعني إضافة جديدة هذا العام، انه باذن الله احنا هنضم ايضا الابناء المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزاره الهجره والجهات المعنيه، انه هيتم الاعلان عن جائزه الدوله للمبدع الصغير، لانه الحقيقه المستهدف المصري اينما تواجد، سواء كان المبدع هذا المبدع الشاب موجود في مصر في كل محافظاتها او في اي دوله خارج مصر. لا. هذا العام للمره الاولى هيتم استقبال الاعمال خاصه يعني طالما يحمل الجنسيه المصريه فله حق الترشح لهذه الجائزه كده. نعم. وخاصه انه الاعمال بيتم التقدم ليها اونلاين، فما فيش مشكله، الموضوع سهل، وباذن الله يعني نشهد اقبال كما هو معتاد على كل انواع الجوائز. اكيد امبارح كان يوم التفوق للجامعات، ده يدينا فرصه نسال بقى، بيتم الاستفاده من رسائل الماجستير والدكتوراه في التقدم للجائزه داخل الدوله؟ هو بالحقيقه بالنسبه لرسائل الماجستير والدكتوراه على وجه التحديد، لانها الهدف الاساسي منها هو الحصول على درجه علميه أو اكاديميه طبعا. احنا بالحقيقه بن 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 بنفحص الاعمال التي تلت الحصول على الجوائز، والحقيقه انه اللي بيتقدم للحصول على درجه عاده بيكون عنده انتاج علمي تالي لحصوله على الدرجه العلميه بيسمح لي ان هو يتقدم لجائزه اللي بيتم نشرها. نعم بالظبط كده بالظبط. نعم. طيب التحديات بقى اللي بتواجهكم يا دكتور، يعني اكيد في تحديات بتواجهكم في جوائز الدوله كل سنه، ازاي بتعملوا عليها وعلى حل هذه التحديات؟ هو إذا كان هناك من تحدي هو أنه بيكون في طبعا عدد كبير من الترشيحات بتأتي من الجهات المختلفة. إحنا الحقيقة إحنا حريصين على أنه نطبق أقصى درجات الحيدة والعدالة والموضوعية، ويمكن التحدي الأكبر هو في عمل لجان الفحص والتحكيم أنها تختار وتطبق تلك المعايير على الأعمال لكي تخرج، لأنه في النهاية حضرتك تعلم أنه بالنسبة لكل شخص بيتقدم أو بيتم ترشيحه هو بالنسبة له هو الأفضل، أنه أنجز وعمل واجتهد. والحقيقة نحن نعتبر أن كل من ترشح لجائزة الدولة حتى لو لم يفز بها هو فائز، لأنه ده الحقيقة شرف كبير أنه يحظى بوجود اسمه في القائمة القصيرة. هذه جائزة عريقة وقديمة، نحن نتحدث عن أعرق وأكبر جوائز ثقافية على مستوى الوطن العربي. بالمناسبة هذا العام رقم 66 للاحتفال بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، والعام 25 بالنسبة لجائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق. فيمكن هذا هو التحدي الكبير، كيف تختار من كم الأعمال المحترمة المقدمة للجان الفحص أن تختار منها ما يرقى وما تنطبق عليه المعايير وتفاضل لكي تخرج فعلا بقائمة موضوعية تعرض على المجلس الأعلى للثقافة للاختيار والتصويت عليه. كل الشكر ليك الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا. بنشكرك دكتور هشام. ودلوقتي الساعة 8 صباحا، وده ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمياء حمدين، اتفضل يا لمياء. شكرا لك أحمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمين المجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار. وأكد أمين مجلس الأمن الروسي الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد ثمن الرئيس السيسي مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. وقال الزعيم كيم جونغ أون أمام اجتماع لمجلس الشعب إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة بمثابة القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه. وحذرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطرا اندلاع حرب نووية، محملة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفته بعدائية الولايات المتحدة. رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن رئاسة جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية. وجددت القاضية الأمريكية تأكيدها على التزامها الحياد، وذلك ردا على طلب هيئة دفاع الرئيس السابق في 11 سبتمبر بالتنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترأسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول مطلع 2021. ضربت فيضانات وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر، وطالت مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق. وفرضت السلطات حظر تجول في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة. كما تسببت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال 3 أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب العاصمة أثينا. قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة تمرد دون التطرق لتفاصيل. وفي بيان له أوضح المجلس العسكري أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين متورطين في التمرد المزعوم. رياضيا، أسفرت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من عدة مباريات قوية لكبار الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل، كما سيواجه ليفربول نظيره بورنموث، ويخوض أرسنال مواجهة لندنية أمام ويست هام، فيما يلعب تشيلسي مع بلاك بيرن روف روز. واختتمت مباريات الدور الثالث بتأهل نيوكاسل يونايتد على حساب مانشستر سيتي بالفوز عليه بهدف دون رد، بينما تأهل ليفربول بالفوز على ليستر سيتي ب3 أهداف مقابل هدف، وأرسنال بالفوز على برينتفورد بهدف مقابل لا شيء، فيما أطاح تشيلسي برايتون بالفوز عليه بهدف دون رد. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. ما في شك أن مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنين اللي فاتت، وده طبعا ساهم بشكل كبير في معالجة التكدسات المرورية اللي موجودة في القاهرة وفي المحافظات وكمان في المدن الرئيسية. يمكن يا منى زي ما قلنا في بداية الحلقة، المشروع القومي للطرق هو من المشروعات الضخمة اللي عملت على دعم البنية التحتية من خلال إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق في كل المحافظات. مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنين اللي فاتت، واللي ساهمت بشكل كبير في معالجة التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية.
المشروع القومي للطرق بيعد من المشروعات الضخمة اللي بتوليها القيادة السياسية اهتمام بالغ وبترعاها الدولة لخدمة المواطنين بعد ما تم إقرارها في 22 يونيو 2024 لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر. وبيساهم المشروع القومي للطرق في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية زي التعدين والسياحة. كما يساهم المشروع في توفير من 23% ل 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، ده غير خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات. وبتعد شبكات الطرق والكباري الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، علشان بتعد شريان الحياة اللي بيجذب الاستثمار وبيفتح فرص عمل جديدة، لأن الطرق بتعتبر منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة تخدم أي مستثمر محلي أو أجنبي. وأهم ما تم تنفيذه من قبل المشروع القومي للطرق تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلومتر بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وتطوير طريق الصعيد البحر الأحمر سوهاج سفاجة بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه. ده غير إنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلومتر وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وتكلفة 8 مليار جنيه. وقدر المشروع القومي للطرق إنه ينجح في إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلومتر وتكلفة 4.5 مليار جنيه، كمان تطوير طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كيلومتر وتكلفة 3.2 مليار جنيه، ده غير تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كيلومتر وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كيلومتر وتكلفة 930 مليون جنيه. أما من ناحية التطوير والازدواجات، فكان في طفرة غير مسبوقة في تطوير وازدواج طريق سفاجة القصير مرسى علم بطول 200 كيلومتر وتكلفة 1.738 مليار جنيه، كمان تطوير طريق المنصورة جمصة رافد جمصة بطول 50 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه. زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير السابق، يعني ازاي حصل نقله حضاريه ونقله نوعيه في قطاع الطرق من خلال المشروع القومي للطرق، والمحاور اللي قدر اللي هو او قدرت مصر تواجه اكبر تحدي كان بيواجهها في وقت من الاوقات، وهو تحدي الزياده السكانيه. مصر اعداد سكانها عماله تزيد جدا، لكن المساحه المعموره والمأهوله زي ما هي ما بتتحركش، كانت 6% لحد 2014. النهارده بنتكلم في ضعف المساحه دي، بنتكلم في 12%. ده ما كانش هيحصل الا بوجود يعني شبكه كبيره من الطرق والمحاور تقدر اللي هي تربط كل المدن الجديده وكل المحافظات بعضها البعض بانسيابيه. ده بخلاف الاستثمار ايضا بان الطرق الجديده بتقدر اللي هي تخلي المستثمر يجي وهو عنده ثقه واريحيه عشان عارف اللي هو هيطلع البضاعه بتاعته من والى الموانئ بسهوله. اكيد يا عبد الصمد، فكره ان الطرق شهدت طبعا طفره كبيره، ده واقع احنا شايفينه، ده واقع احنا حاسينه كل يوم، سواء بقى بنتحرك جوه القاهره الكبرى والمحافظات، وكمان لو احنا بنحاول نخرج من القاهره للمحافظات الاخرى او من المحافظات بشبكه طرق ومحاور رئيسيه بتربط كل مكان ببعض. لغاية دلوقتي إجمالي عدد الطرق اللي اتعملت ممكن يوصل ل 5000 كيلومتر طولي في كل المحافظات، وباستثمارات بتوصل ل 36 مليار جنيه. التفاصيل عن المشروع القومي للطرق وأهمية ربط المحافظات بالطرق والمحاور الجديدة بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم، سعيد بوجودي معكم، أهلا وسهلا. نورنا يا دكتور، ودايما ضيف عزيز علينا. أهلا يا منى، أهلا بيكم. دكتور، بداية لما نيجي نقول تطوير شامل حصل في قطاع الطرق من بعد 2014، إزاي المشروع القومي للطرق قدر في وقت قصير جدا تطوير البنية التحتية للعديد من الطرق في مصر؟ وده احنا لما نقول من 2014 لدلوقتي ده وقت قصير، ده وقت قصير فعلا. صحيح. في الطفرة اللي حصلت.
خليني أقول لك إن النقل هو قطاع خدمي بيمس حياة المواطن اليومية وبيأثر طبعاً في الاقتصاد المصري، وفي نسبة الجزء المعمور من الجمهورية، والدولة أخذت على عاتقها من 2014 إنها تولي قطاع النقل اهتمام باعتبار إن هو الداعم لمشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها. لو كنا بنتكلم على مدن جديدة زي ما أنت أشرت يا عبد الصمد عشان نعمل خلخلة في الكثافات السكانية ونقضي على المناطق العشوائية وننتشر على مساحة جغرافية أكبر ونعمل جودة في الحياة وفرص أفضل للحياة والتعليم والصحة وغيرها، كل ده كان محتاج إن أنا أمد شبكة بنية أساسية على مساحة جغرافية أكبر، وده جزء من اللي من أجله تم إنشاء المشروع القومي للطرق، لكن كمان علشان أستغل الثروات الطبيعية من مناجم ومحاجر، وعلشان أعمل مصانع ومناطق صناعية، وعلشان أستصلح الصحراء وعمل مناطق زي 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة والعوينات وتوشكا. كان كل دون كل هذه المشروعات العملاقة اللي المواطن بيشوفها حتى لو ما بيسافرش على التلفزيون، ازاي المناطق دي تم زراعتها وازاي تم يعني استغلالها استغلال امثل من اجل الاستفادة سواء في الثروة الغذائية او في الثروة الصناعية او في انشاء مدن جديدة علشان تقدر الناس تنتشر، كل ده لم يكن تأكيدا لكلام حضراتكم ليتم بدون وجود شبكة بنية الطرق. اساسية، وعلى رأس البنية الاساسية بتيجي مشروعات النقل والطرق، لان الطريق بيتعمل وبعد كده بيتم انشاء خطوط المية خطوط الكهرباء خطوط الصرف، وبالتالي بقدر ان انا كمان اعمل قيمة مالية للمكان اللي كان غير مأهول، وبالتالي الارض كانت قيمتها المالية منخفضة. صحيح. فلما بيتم انشاء المرافق من بنية اساسية ومنها شبكات الطرق وغيرها، بقدر ان انا اخلي القيمة المالية للمكان دون اعلى، فبجذب استثمارات زي ما حضرتك اشرت. لان النهاردة لما يكون في مستثمر داخلي او خارجي يقول له تعالى اعمل مشروع ومش هديله مرافق، طب ما هو مش هيجي، لان صحيح. في دول اخرى بتنافسك وبتدي سواء في الجوار الاقليمي او على مستوى العالم بتدي مميزات افضل، بتدي مرافق، بتدي هديله قطعه ارض مميزه وليكن في الصعيد، ولكن مفيش شبكه طرق، مفيش طريقه ان انا اوصل هيطلع انتاجه ازاي، هنقل البضائع من المواني ازاي، اوصلها للمصنع بتاعي، طب الناس اللي هجيبهم يشتغلوا هيسكنوا فين. ده برضو علشان خاطر الدولة دلوقتي بتهتم بكل هذه التفاصيل. يعني النهاردة لما بنعمل منطقة صناعية بيبقى فيه إسكان للعاملين في المنطقة الصناعية، بيبقى فيه شبكة طرق موجودة علشان أقدر تكامل. أنا أوصل البضائع من وإلى مناطق التصدير طيب. والإنتاج وغيره، مدرسة وجامعة بالضبط. ده جزء يا عبد الصمد اللي هو بنسميه النقل البري، يعني كل اللي التقرير عرضه الإنجازات العظيمة ده جزء من كل يعني النقل البري دون. الدولة كما أشرت حضراتكم نفذت ما يقرب من 5000 كيلومتر طولي في إطار ما أطلق عليه اسم المشروع القومي للطرق. شارك في تنفيذ هذا المشروع العملاق كل أجهزة الدولة، سواء إذا كان وزارة النقل أو وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن نفذ هم المصريين، يعني شركات مصرية وطنية. وخليني أقول إن ده معناه إن أنا شغلت عمالة كثيفة. قطاع النقل بيشتغل فيه 2 مليون شخص، سواء مهندس أو فني أو مهندس أو عامل أو فريق معاون أو صناعات تكميلية. ده معناها أن قطاع النقل بشكل مباشر ساهم في الحد من البطالة ومعدلات التضخم. ممكن هنا أضيف يا دكتور بس على كلام حضرتك، اللي احنا كمان اللي هو وفر هذه العمالة، وهي عمالة من الشباب. صحيح. لأن احنا شفنا اللي بيشرف على الطريق شاب صحيح. لسه صغير. صحيح. ففكرة صحيح. انت بتنمي فيه وبتخليه ثقة بالنفس والخبرات ونقل التكنولوجيا والكلام ده. وبعدين احنا تفوقنا على مش عايز اقول على نفسنا، لكن نقلنا تكنولوجيا. يعني في انفاق قناة السويس لما خدنا الخبرات من الجانب الاجنبي بقينا نشغل المكن دلوقتي بنفسنا، واحنا اللي بنعمل كمان الخرسانات اللي بنجلد بيها النفق من جوه بدل ما كانت مستورده، بقينا عملنا مصانع لانتاجها. الفلنكات بتاعت السكه الحديد، وان كان احنا موضوعنا الطرق، عملنا مصانع لانتاج الفلنكات لان انا عايز للقطار السريع ملايين الفلنكات، فده طبعا معناها توفير في العملة الصعبة لما بنتج هذا الأمر وبنقل تكنولوجيا. فعايز أقول لك أن هناك يعني تكاملية وساطة النقل وتوطين صناعة النقل، دي من ضمن الحاجات اللي يعني يمكن نوه عليها فخامة الرئيس ووجه بها الحكومة، أن يبقى في عندي توطين لصناعة النقل. وبالتالي حتى في صناعة الطرق بقى عندنا دلوقتي كمان إعادة تدوير الرصف القديم. الريسايكلينج ده كان يعني هو موجود في العالم من الثمانينات بس احنا ما كناش بنلجأ ليه. لو بتسافر على اي طريق خارج المدينة بتلاقي الاسفلت القديم لما بيجوا إعادة رصف بتلاقيه يكسروه ويترمي على الجناب. دلوقتي ما بقاش موجود، مش هتشوف ده، لان احنا بقينا ناخد الاسفلت القديم ونعيد تدويره
ويضاف لي مواد جديدة ويتحط تاني في الطريق، وبالتالي بقيت أحصل على جودة أعلى مضافة، وأقتصد في التكلفة بتاعت النفقات وأحافظ على البيئة لأن مفيش مخلفات. لما نرجع تاني لموضوع شبكة الطرق، احنا عملنا الشبكة القومية اللي ربطت بمثابة شرايين، ربطت مفاصل الدولة ببعضها وأشاد بيها المجتمع الدولي، وترفع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية 90 نقطة من المرتبة 118 ل 28 في إطار، احنا ما كناش بنعمل ده عشان المجتمع الدولي يشيد بينا، لكن احنا أخلصنا في حل مشاكلنا بحلول داخلية أو حلول موضعية من داخل مصر، فأشاد المجتمع الدولي بالمجهود اللي اتبذل في هذا الاتجاه. ثم اتجهنا إلى حل مشاكل داخل المدن، يمكن منا أشارت إلى الزحام المروري وتأثير شبكة الطرق وتطويرها على إحداث انفراجات مرورية. لما نتحدث عن المدن المكتظة بالسكان زي القاهرة واسكندرية وغيرها من المحافظات والمحاور اللي تم فتحها وكلها أهم من بعضها، ما نذكرش محور عشان ما فيش أفضلية منهم، كل واحد منهم ليهم أهميته، ساهمت في إحداث سيولة مرورية. الحد من الحوادث بتقرير الإحصائيات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، الحوادث قلت بنسب تتراوح من 25 ل 40% لما أنشأنا شبكة محاور وطرق جديدة. مش كده وبس يا منة، ده احنا كمان طورنا القديم. يعني لما في بعض المحاور القديمة اللي موجودة كانت حالتها الفنية متردية، فتم رفع كفائتها وتطويرها وتوسعتها. كل هذه الأمور بتأتي في إطار النهوض بقطاع النقل البري. طب هو ده بس اللي اشتغلت فيه الدولة؟ لا، أنا عندي قطاعات تانية يمكن لا يتسع الوقت ليها لو اتكلمنا عن النقل السككي وما تم فيه، لأن هو برضو أحد أزرع وزارة النقل وأحد أزرع قطاع النقل اللي بنهتم بيه، النقل البحري، المناطق اللوجستية وربط المواني البحرية بالمناطق اللوجستية اللي تعتبر باك يارد للمواني البحرية عشان أرفع من كفائتها. وخصوصا صحيح يا عبد الصمد أن 90% من التجارة الدولية لمصر بتتم عن طريق النقل البحري، فكان لازم أهتم بالمواني وأنشئ مناطق لوجستية تكاملية وسائط النقل والمالتي موديل ترانسبورت، أن أنا أقدر أستخدم أكتر من وسيلة، وتكاملية وسائل النقل، أن إن شاء الله قريبا ستجد وسيلة كارت واحد يستطيع المواطن داخل المدينة أنه يركب بيه مترو الأنفاق ويركب بيه المونوريل ويركب بيه البي آر تي على الطريق الدائري. لم يكن ذلك متاح قبل كده. فدي كلها من خلينا نتكلم، يعني حضرتك اتكلمت على التكاملية واتكلمت أن فكرة ما بقاش عندي حاجة واحدة لأي حاجة أنا عاوزها. صحيح، أنا عندي بدل الطريق بقى في مرادفات كتير 2 و3 علشان لو في تكدس هنا حبيت اللي أنا أحرك الاتجاه المروري لسبب ما يبقى ما فيش شلل مروري زي ما بنكون بنشوف زمان. إزاي ده انعكس على الانسيابية المرورية اللي موجودة والوقت اللي كان مهدر وليس له قيمة في الماضي؟ برافو عليك. يعني هو مش الوقت كان، يعني ده جزء من اللي حسبناه كقيمة مالية، يطلع ان انا كنت بهدر فلوس كتير نتيجة التأخيرات وانا رايح شغلي وانا رايح جامعتي وانا رايح مشواري. المشوار اللي كان بياخد ساعتين دلوقتي بياخد اقل من نص ساعة مع توفير السيولة المرورية اللي موجودة، سواء بوسائل النقل الخاصة او بوسائل النقل العامة اللي الدولة طورتها وحسنت منها في الوقت الحالي، بالاضافة الى التأثير البيئي. نعم. لما كان في زحام الاميشن والتلوث البيئي اللي كان موجود كان بيبقى اعلى، وبالتالي دلوقتي بقى التلوث البيئي اللي موجود اقل، علاوه على الانتقال التدريجي للنقل الاخضر. دلوقتي وسائل النقل الجديده بقينا بنتبع سياسه الجر الكهربائي اللي هو الطاقه النظيفه. نعم. وده هينطبق كمان على وسائل النقل العام والجماعي، يمكن الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري ان شاء الله هيكون بالجر الكهربائي، ال ار تي جر كهربائي، المترو الانفاق واستكمالاته. وخلينا نقول عند مترو الأنفاق لما أنشأناه في الثمانينات كان في انتقادات برضو بيقول لك مصر القاهرة مش محتاجة مترو أنفاق. صحيح. مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة على وضعه الحالي دلوقتي بينقل 3.5 مليون راكب في اليوم. فالسؤال اللي بنقوله للناس، ماذا لو لم يكن لدينا مترو أنفاق؟ كان هيكون في شلل مروري. كان هيكون في شلل مروري في إقليم القاهرة. النهاردة لا قدر الله لما المترو بيعطل بتلاقي بعض الطلبة بتروحش جامعاتهم، الناس بتأخر على شغلها لأن وسائل النقل السطحية. صحيح. كلها زي ما سعادتك أشرت مكتظة في زحام، لكن وسيلة النقل بالمترو بقت دلوقتي وسيلة سريعة، مفيش إشارات، مفيش تأخير، مفيش كذا. عشان كده احنا بنكمل خطوط المترو، بننشئ الخط الخامس والسادس، وفي نفس الوقت بنكمل المرحلة الرابعة من الخط الإيه الثالث. فده كله منظومة بتشتغل فيها الدولة في إطار تلبية الحاجة وفقا للزيادة السكانية، ودي نقطة حضرتك أشرت إليها أنت ومنا في المقدمة. مثلا أنا سنة 86 كان تعداد سكان مصر 48 مليون نسمة، النهاردة احنا عدينا 106 مليون،
فمش من المنطقي ان انا افضل بنفس البنيه الاساسيه اللي كانت موجوده مع الزياده السكانيه. احنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنه، فلازم يبقى في عندي زياده في البنيه الاساسيه والخدمات تقدر تستوعب العدد ده، تستوعب الزياده اللي موجوده. ولما نتحدث مثلا عن تطوير شبكه الطرق مثلا وغيرها من المحاور، انا عايز اتكلم في النقطه دي عن حاجه بعد اذن حضرتك. حضرتك كنت لسه بتتكلم عن ان قريبا هيكون عندنا كارت موحد لاستخدام اكتر من وسيله مواصلات، يمكن زي ما كنا بنشوف في اوروبا كده كارت واحد ممغنط وبيبقى باشتراك والناس بتتحرك بيه لاستخدام اكتر من وسيله. احنا ما كانش عندنا اكتر من وسيله، احنا كان يمكن لغايه سنوات قريبه كان عندنا يا اما المترو اللي بنقدر نستخدمه، المواصلات العامه كان واحد. دي من الحاجات اللي عامله لنا مشكله في السياحه كمان، ان كان جوده المواصلات العامه مش على المستوى العامه، لا في تغطيه كفايه ولا كانت يعني مناسبه لادميه المصريين. صحيح. وما يستحقوه، وبالتبعيه طبعا للاجانب. احنا دلوقتي بقى عندنا مواصلات فيها واي فاي، مظبوط، وبقى عندنا تغطية لأماكن مختلفة. يعني واحد كان من أكبر المشاكل اللي بتواجه السائح بعد ما بيخرج من المطار إنه بيكون تحت سيطرة بعض وما كانش في وسيلة لربط المطار غير وسائل محدودة جدا. فأنا أتفق مع حضرتك تماما إن وسائل النقل العام والجماعي كانت بوضع لا يسمح بي إن أنا أقول، مش تكاملية كمان، إن أنا أقول للناس إن أنا عندي وسائل نقل عام وجماعي كويسة. وده اللي كان بيخلي الناس يعني تستخدم عربياتها الخاصة لمن هو مالك سيارة، أو يعني يدور على وسيلة غير وسائل النقل العام لو كان مش مالك سيارة. احنا المصريين حضارة كام سنة، لكن الوضع ما كانش يليق بالتاريخ والحضارة اللي احنا كنا بنتكلم. بس الدولة من 2014 برضو طورت مفهوم البابليك ترانسبورت أو النقل العام والجماعي بالمفهوم المتعارف عليه دوليا، وبقى في عندي دلوقتي زي ما كنت بأشير وحضرتك معاكي حق ان قبل كده ما كانش فيه، لكن دلوقتي بقى في عندي وسائل نقل تتطلب التكامليه ما بينها. والتكامليه دي يا عبد الصمد ويا منى هيكون ليها تاثير على تكلفه النقل على المواطن. يعني بدل ما بدفع في مترو الانفاق وهرجع ادفع في ال ار تي وهرجع ادفع في الاتوبيس الترددي، هو تيكت واحد زي ما شفناه من انا درست في النمسا من ثمانينات القرن الماضي، ده كان موجود. بس احنا ان نصل متاخرين افضل من ان احنا ما نصلش يعني. فدلوقتي لما هنطبق تكنولوجيا بقت رخيصه، واللي كنا بنقول زمان ده عشان نطبقه هيبقى محتاج تكلفه عاليه، اصبح التكنولوجيا زي الموبايل. الموبايل كان زمان غالي جدا، الابلكيشن الجديده دلوقتي بقى فيه سمارت فون وبتكلفه اقل، فده احنا هنطبقه في وسائل النقل الجديده علشان نوفر على المواطن انه يدفع في كل وسيله، او على الاقل انه يقف عشان يشتري تيكت من كل وسيله. فده كله هيكون موجود ده على شبكة الطرق. كمان تطبيق نظام النقل الذكي، مش هتقف على البوابة قريبا إن شاء الله عشان تشتري تيكت من على بوابة الرسوم وتعدي، ده هيبقى بالملصق الإلكتروني أو حاجة شبيهة بيه، بيتخصم من حضرتك أنت عديت بالعربية بتاعتك في اليوم الفلاني الساعة كذا، وهيجي لك الفاتورة بتاعتها كام مرة عديت والساعة كام، وانا اقدر اجزئها بقى هل الوقت اللي عديت بيه ده كان وقت راش اور ولا بره الراش اور، وبالتالي يبقى تكلفة الحساب مختلفة لو انت عديت في وقت الزحمة ولا بره وقت الزحمة. فده كله ابلكيشن من تطبيقات النقل الذكي هيتم تطبيقها على وسائل النقل العام والجماعي. البي ار تي ان شاء الله هتلاقي على كل محطة شاشة الاتوبيس جاي امتى، زي مترو الانفاق انت بيقول لك النكست ترين ان 3 مينتس، هتلاقي الكلام ده في الاتوبيسات. وبالتالي يبقى ده كله تطبيقات بتسهل وتيسر للمواطن. وبالتالي اشجع الناس يا منى، حتى لو انا صاحب عربية اقول والله ده انا تكلفه البنزين وان انا ادور مكان اقف فيه والكلام ده، لا انا هستخدم المواصلات العامه، يبقى انا كده نجحت ان انا اخد شريحه جديده من الناس طبعا اللي كانوا اصلا ما بيستخدموش النقل العام والجماعي لان هم كانوا شايفين انه مش على المستوى زي ما حضرتك اشرت. لما يبقى عندي مستوى كويس والدوله رحل كده، وده جه منين يا منى؟ انت قلتي في واي فاي، الشراكه ما بين القطاع الخاص والدوله. احنا شايفين دلوقتي ان الاستثمار في قطاع النقل بقى ليه المناخ التشريعي والمناخ التطبيقي الجيد، فبنشجع المستثمرين من الداخل ومن الخارج انه يجي في شراكه. الدوله ما بتفرطش في اصولها، لكن بتعمل شراكه لتقديم الخدمه الافضل للمواطن، وبالتالي يستطيع متلقي الخدمه ان هو يجد اكثر من مقدم خدمه ويكون في تنافس ما بينهم علشان في الاخر لمصلحه المواطن اخد احسن خدمه. الدوله تحملت العبء بتاع ان الخدمه لم تكن جيده، دلوقتي بتفتح الباب للشراكه للمستثمرين في مشروعات مضمونه ومعروف انها ذات برافو عليك.
تمام. وعاوز اكمل هنا بقى على اللي منا بتقوله، لان دايما مكانه الانتقادات تاتي هي ليه الدوله اللي بتعمل كل حاجه وليه شريحه بعينها هي اللي ممثله في ده. الدراسات بتقول يا دكتور ان الاستثمار في القطاع او القطاع الخاص لا يستثمر ابدا في البنى التحتيه لانها بالنسبه له مكلفه جدا ومردودها غير مجزي بالنسبه له. ازاي بقى ساهمت الطرق دي في استثمار في مدن جديده واستثمار في اماكن اخرى؟ هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. طيب. العكس اللي الدوله عملته. بما ان انت ذكرت الدراسات فانا هتحدث ان الدراسات اللي كانت موجوده من قبل 2014 ومن اول 2010 كانت دراسات معموله مع مكاتب استشاريه دوليه، منها الجايكا اللي هي هيئه التعاون العلمي الياباني، كانت دايما بتعمل مع مصر حاجه اسمها مخطط النقل الشامل. ودي كانت من ضمن المنح الأكاديمية اللي بتقوم بها الحكومة اليابانية مع الحكومة المصرية لتطوير مخطط نقل شامل للجمهورية. فكانت المخرجات الدراسة بتقول إن إحنا كمصريين لو ما عملناش تطوير لشبكة الطرق والبنية التحتية بالذات في مجال النقل، يعني هيحصل إن إقليم زي إقليم القاهرة الكبرى بالنص الترجمة بتاعت العبارة هيتحول لجراج كبير. فده معناه إن ما تم انتهاجه من 2014 إلى الآن في تطوير محاور وإنشاء شبكة طرق قومية كان أمرا حتميا ولم يكن على سبيل الرفاهية. بالنسبة للاستثمار في البنية الأساسية أنا أتفق معاك إن المستثمر لما يجي ينشئ خط مثلا سكة حديد أو يبني طريق لابد إن بيكون عنده دراسة اقتصادية هو إيه اللي هياخده من هذا الأمر. العائد. العائد لو ما كانش مجدي فهو مش هيدخل وهيحجم عن هذا الأمر. لكن احنا بنقدم البنية الأساسية وبننشئ الانفراستراكشر وبيجي المقدم المستثمر بيعمل شراكة في تقديم الخدمة، تشغيل وتقديم الخدمة، فبتبقى الأمور هنا مكسب للمستثمر الترفين. ومكسب للدولة والاقتصاد المصري وتشغيل عمالة مصرية ونقل تكنولوجيا وغيرها. ونحذو هذا الحذو ليس فقط في مجال النقل العام والجماعي ولكن في تشغيل المواني والمحطات اللي موجودة داخل المواني زي محطة تحيا مصر اللي تم افتتاحها في ميناء الإسكندرية، والمشغل بتاع هذه المحطة هو الثالث على ترتيب العالم، ترتيبه يعني على مستوى العالم رقم 3. فأنا بستفيد لأن هيدخل لي نقل الترانزيت بالحاويات وهيكون في تشغيل أفضل وكفاءة أعلى وإشغال أعلى، وبالتالي هيجيب لي دخل، هو هيستفيد والاقتصاد المصري هيستفيد، هينقل تكنولوجيا للمصريين، وهيبقى عندي يعني ايه سمارت بورت، يعني ايه مينا ذكي، الكلام ده كله انا محتاج ان انا مع الوقت اكتسبه من خبرات علشان خاطر نطور من نفسنا اكتر ويبقى في شراكه مع المجتمع سواء المستثمر وعنده اسم. يا دكتور يعني حضرتك بتقول احنا جايبين الثالث على مستوى العالم. مظبوط يا فندم. ففكره لما انا اقول تعالى والله اللي بيدور لي المكان ده او اللي بيشغله لي هو فلان، غير لما اقول تعالى اللي بيدور لي المكان ده احمد عبد الصمد. هو لما يكون الثالث على مستوى العالم هو عنده خريطه النقل البحري، الخطوط الملاحيه الدوليه دي مش في ايدينا احنا كمصريين لان ده صناعه دوليه. صحيح. فلما يكون مدرج على الخريطه الدوليه زي المطارات اللي بيقول لك ده مطار دولي وده مطار محلي، فالمطار الدولي بيجي له خطوط ملاحيه من كل دول العالم، وبالتالي ابتدي بقى ادخل في المواني البحريه نقل الترانزيت واربط المواني البحريه بالمواني الجافه والمناطق اللوجستيه. ده كله هيكون ليه مردود. يمكن سمعتوا كلمه محور لوجستي. صحيح. والتقرير أشار إلى طريق الصعيد الغربي، هو على فكرة مش لحد المنيا بس. أنا عايز أتكلم عن الخريطة دي، عايز أتكلم عن أن حصل رؤية كده لربط كل الطرق المختلفة زي ما حضرتك بتتكلم، بري أو بحري، دي وسائط النقل المختلفة وقد نجدها يمكن جوي. يعني إزاي يحصل نوع من أنواع ربط ما بين الطرق، أن البضاعة جايالي عن طريق البحر يحصل تكامل، أنها تتاخد بقى عن طريق البر توصل بأقل كلفة وبأمان. ده اللي هو النقل متعدد الوسائط. أن أنا باجي ناقلة الحاويات بتوصل للميناء، والميناء بيتنقل البضائع منها إلى المناطق اللوجستية أو الميناء الجاف، يتم كل الإجراءات اللي موجودة عليها من جمارك وتفتيش وحجر صحي والكلام ده كله. ثم أنا كمان بختار المناطق اللوجستية والمواني الجافة قريبة من مناطق الإنتاج، يعني قريبة من المناطق الصناعية. تمام. يعني دايما تلاقي مثلا المينا الجاف اللي في أكتوبر اللي تم برضه افتتاحه بالتزامن مع محطة متعددة الأغراض تحيا مصر في ميناء الإسكندرية، ده موجود فين؟ في السادس من أكتوبر، أنا منطقة صناعية. فأقدر إن أنا كمان يبقى عندي بنقل من المينا للمينا الجاف اللي هو موجود في المنطقة الصناعية اللي هياخد الحاجة دي عشان يعمل فيها الصناعات والقيمة المضافة والكلام ده، ثم لو هعيد تصديرها أو هدخلها السوق المصري بشكل أو بآخر. فإحنا عندنا وسائط النقل لازم نرتقي بيها كلها مع بعض، وده السبب ان انا ليه بطور السكه الحديد عندي
وبنشئ كمان خطوط جديدة، لأن السكة الحديد برضو ما طلهاش أي تطوير على مدار 200 سنة. فالدولة من 2014 بدأت دلوقتي بتنشئ حوالي 2000 كيلو متر من الخطوط الحديدية الجديدة، بتطور سكك حديد مصر اللي بقالها 200 سنة ما فيش أي حاجة تمت فيه. اتفضل. يعني في الحقيقة هو تكامل وهو إنجاز، والإنجاز ده قد يكون إعجاز أيضا في زمن التنفيذ القصير جدا، لكن دايما إرادة المصريين لا تعرف المستحيل. بنشكر حضرتك الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ضيف عزيز علينا دايما وبنسعد بوجودك معنا. أنا سعيد بوجودي معاكم، شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. محمد فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أنبي. وصلاح محسن بيخضع لبرنامج تأهيلي في الأيام الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية، وهي الإصابة اللي حرمته من المشاركة في مباراة أنبي يوم 4 أكتوبر اللي جاي. وحاليا بيتم تجهيز اللاعب لمباراة الإسماعيلي والمقرر ليها يوم 8 أكتوبر اللي جاي في الدوري. منتخب شباب السلة تحت سن 23 سنة خسر أمام ليتوانيا بنتيجة 20-18، وده في بطولة ثلاثة لكأس العالم واللي بتقام ببولندا ومستمرة لحد 1 أكتوبر اللي جاي. كمان خسر المنتخب أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 21-16، وده خلال مباريات امبارح. فريق كرة السلة للزمالك تغلب على النادي العربي الكويتي بنتيجة 89-63 ببطولة الدوحة الدولية للسلة، واللي مستمرة حتى 30 سبتمبر الحالي. منتخب مصر لكرة القدم للصم فاز على المنتخب الماليزي صاحب الأرض بنتيجة 1-0، وده في آخر مباريات الدور الأول بكأس العالم لكرة القدم للصم، وأحرز الهدف ماهر الجوهري. رابطة الدوري الإسباني أعلنت أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدير فني خلال شهر سبتمبر الجاري. القائمة ضمت شافي هرنانديز وفالفيردي مدرب أتلتيك بيليباو وميشيل سانشير مدرب جيرونا. نادي ميلان تغلب على فريق كالياري بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سردينا أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024. نادي جيرونا حقق الفوز على مضايفه فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. ريال مدريد فاز على نادي لاس بالماس بنتيجة 2-0، وده خلال المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-2024. كمان نادي ليفربول تأهل لدور 16 في كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه امبارح على فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة في الموسم الحالي 2023-2024. فريق نابولي حقق الفوز على مضيفه أودينيزي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المتفوقين من أوائل خريجي الجامعات، وطبعا كان من بينهم يوسف أحمد زكريا الأول على قطاع التربية الرياضية والحاصل على تقدير امتياز مع مكتبة الشرف. يوسف أحمد زكريا يمكن هو دلوقتي ضفنا أو معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا يوسف. صباح النور عليك أستاذ أحمد، وسعيد جدا بحضرتك، وصباح النور على دكتوره منى. اهلا وسهلا بيك، مبروك التكريم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كلمني بقى يوسف عن احساسك، احتفاليه اول مره تحصل، بنشوف رئيس جمهوريه بيكرم اوائل الخريجين المتفوقين من الجامعات المصريه تحديدا في يوم مميز واستثنائي، التكريم ده بالنسبه لك كان ايه؟ طبعا ده شيء يعني يضغط الفخر سياده الرئيس قبل ما يكون رئيس جمهوريه، فهو اب لكل الشباب. طبعا سعيد جدا ان انا اتكرمت من فخامته، يعني اول ما اتقال الخبر ان انا هتكرم من حضرته محدش كان مصدق.
كان شيء يبعد الفخر، حتى انا لما طلعت على الستيج وجهت له كلمات شكر، وهو قال له وهو قال لي يعني انه فخور بيا وكده. طبعا محدش قال يعني خلاص كده يوسف الرئيس فخور بيك. نعم لا هو في كواليس يعني لو حضرتك عايز تعرفها انا طلعت بالظبط. عاوزين الكواليس. هو طلعت على الستيج بالظبط يعني اللي حصل، سلمت على حضرته وقلت له دمت انا خير قائد يعني. فهو حضرته بص لي وانا ما كنتش بص للسيادته، كنت بص للكاميرا يعني. فقال لي انت كليه ايه؟ فرديت عليه قلت له تربيه رياضيه. فقال لي انا فخور بيك. في الاخر اخذنا الصوره، سلمت على سيادته، وبعدها رحت لمكان مختص بيا يعني. بس طب. فهو يعني موضوع مميز يعني، فريد من نوعه، اول مره يحصل في تاريخ مصر يعني، الحمد لله. اكيد. طيب علشان توصل بقى للتفوق الكبير قوي ده، ازاي حصل ومين بقى كان الداعم ليك وازاي مشيت المشوار ده؟ طبعا هو الموضوع يعني اول حاجه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، فهو فضل طبعا يرجع لوالدتي ولوالدي والاخويا والاساتذتي يعني. انا يعني الحمد لله فضل عز وجل، حاولت قدر المستطاع ان انا يعني اشرف اهلي واشرف كليتي. الموضوع ما كانش بيمثلنا ده بس، الموضوع كان بيمثل كليه التربيه الرياضيه جامعه اسكندريه، كان بيمثل محافظتي. فاهم حاجه بالنسبه لي وكانت فعلا الفرحه الحقيقيه ان انا الاقي الفرحه في وشوش زملائي واساتذتي. وعلى وجه الاخص لما الحفله خلصت، سياده العميد كان موجود في الاستاد، استاذ دكتور محمد بلال عميد الكليه، وتوجهت اليه بشكل فوري عند المقصوره ورحب بيا جدا وقال لي انه فخور بيا، لان الحدث دوت والتكريم ده اول مره يحصل في تاريخ التربيه الرياضيه. فالحمد لله يعني. اكيد الحمد لله. لله دايما يعني دايما متفوق. بس طمني بس الاول، عشان انت وسياده الرئيس بيكلمك، قلت كنت باصص للكاميرا، خدت الصوره ولا لسه؟ لا الحمد لله. طب دي اهم حاجه. الصوره اهم حاجه. ربنا يا رب يوفقك. يعني انا حتى انا حاجه يعني، اصلا لما انت فقط تتصور مع سياده الرئيس فده حد التكريم، ما بالك ان شهاده التقدير لوحدها، دي شهاده تقدير بالظبط. لما سياده الرئيس كمان يكرمك فده يعني تكريم ما بعد التكريم يعني. اكيد طبعا. طب كلمني بقى على التقديرات اللي انت كنت بتحصل عليها خلال الاعوام الدراسيه وخريج، يعني اتخرجت بتقدير ايه؟ الحمد او ترتيبك يعني. اكيد طبعا انا فاهم ان اكيد طبعا عشان تكون متفوق ففي تقدير كبير، الامتياز مع مرتبه الشرف ولا حاجه، بس عاوز اعرف ترتيبك. لا انا ترتيبي الاول على دفعتي الحمد لله يعني. الحمد لله. اربع سنين، والاول على القطاع الرياضي. كنت انا تخصصت قسم مناهج وطرق تدريس التربيه البدنيه والرياضيه. القسم دوت بيسمى في الكليه عندنا ابو الاقسام، هو اقدم واعرق قسم واهم قسم في الكليه. نعم. فالحمد لله يعني السنه ديت برضه في سنه رابعه قبل ما اتخرج عملت ثلاث اجهزه. كان في جهاز تحت اشراف الدكتور احمد كمال. الجهاز دوت يعني كان متعدد الاستخدامات، كان بيعلم وبيدرب مهاره ضرب الكره بباطن القدم، وكان يعني وكمان الجهاز دوت كمان معمول برضو لذوي القدرات الخاصه والاسوياء. اتعمل برضو الجهاز اللي هو لتعليم مهاره الوقوف على الذراعين، وتعمل برضو جهاز لقياس السرعه. فالحمد لله يعني الموضوع بالنسبه لي دايما متفوق يا يوسف، ودايما ان شاء الله في تقدم كبير بعد الدفعه القويه كمان اللي انت اخذتها. اكيد كنت تستحق بعد المجهود الكبير اللي انت بذلته. كل الشكر ليك والف مبروك يوسف احمد زكريا، الاول على قطاع التربيه الرياضيه والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبه الشرف. مبروك عليك يا يوسف. يعني من يوسف والتكريمات في يوم تفوق جامعات مصر، ليوم آخر مميز واستثنائي وهو احتفالية وزارة الأوقاف، لأنها بالأمس شهدت الاحتفالية دي اللي كانت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فشهدت تكريم لعدد من العلماء والأئمة والقراء والواعظات أيضا. أكيد من بين المكرمين أو من بين المكرمات الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، واللي بتنضم لنا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. كل عام وحضراتكم بألف خير. مبروك عليكي التكريم. وسلامة يا رب. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، ألف شكر. قولي لنا بقى، شفتي إزاي تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في احتفالية المولد النبوي الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة فخورة يعني شايفاها هي دي مصر اللي العالم كله عرفها واعتاد عليها. تكريم فخامة الرئيس امبارح لواعظة من واعظات وزارة الأوقاف بيؤكد على اهتمام وإيمان الدولة المصرية بقيمة ودور المرأة المصرية. وفخامة الرئيس من 2017 في الحقيقة أن عمل عام 2017 عام المرأة المصرية، وبدأ الـ يعني دور المرأة يظهر في المجتمع، يعني حتى أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية. الحمد لله من فضل الله التكريم دوت يبين الاهتمام بدور المرأة المصرية وبدور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع. الحمد لله من فضل الله، يعني احنا الاول كنا بنقول بندور على ارض صلبه نقف عليها، لحد ما جه يعني معالي وزير الاوقاف وعمل للواعظات دور وشكل ومكانه، يعني شكل بالزي اللي ظهرنا بيه امبارح كواعظات. وقبل كده الحمد لله من فضل الله احنا بقالنا حوالي سنتين بنرتدي زي موحد للواعظات. تم الاهتمام صحيح. ومش فكره زي بس يا دكتوره، يعني يمكن احنا كان لينا شرف ان احنا نستضيف مجموعه منكم هنا في صباح الخير يا مصر، وشفنا يعني ازاي بتنتهجوا الفكر الوسطي وازاي اللي انتوا بتحببوا الناس في الدين الاسلامي. دي حقيقه صحيح. يعني لكن عاوز اعرف بفضل الله نتفضل حضرتك، يعني عاوزين نعرف بس من حضرتك يا دكتوره، هل كنت تتوقعي هذا التكريم واحساسك وشعورك لما بلغتي ان هيتم تكريمك من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا طبعا انا ما كانش عندي توقع، لان كل الواعظات الحمد لله رب العالمين على مستوى عالي زي ما حضرتك قلت، من الحمد لله الفكر والتدريب، ومعالي الوزير من 2017 بقول لحضرتك واخد الموضوع يعني مظهر وجوهر. صحيح. فالحمد لله من فضل الله دخلنا كلنا دورات تدريبيه كثيره وتاهيل، فكل الواعظات الحمد لله من فضل الله على مستوى عالي جدا جدا من التاهيل والفكر والعمل الدؤوب على ارض الواقع. فيعني انا واحده من الواعظات الكثيرات، فانا ما كنتش متوقعه ان انا هكون من المكرمات، لكن فرحه طبعا وفخر وسعاده واحساس كده بقيمتي في المجتمع الحمد لله من فضل الله. يعني انكار الذات ده هو سر النجاح الحقيقي ليكوا يعني. الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك، ويعني يمكن انا يعني عندي فرحه كمان ان 2024 هو عام الواعظات، وده يعني معالي الوزير الاوقاف اعلن ان 2024 هيكون عام الواعظات، وهيكون في مؤتمر يعني بالكامل مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه العام القادم، هيكون عن دور المرأة، دور الواعظة، المرأة المصرية كواعظة في المجتمع. والحمد لله من فضل الله دورنا ما اقتصرش على القطر المصري، بل امتد بأن معالي الوزير أرسلنا كمرافقات لبعثة الحج، سافرنا قبل كده إلى السودان، عملنا هناك كيف يكون نقلنا تجربة مصر في التعايش السلمي وفي إزاي بنتعايش كلنا مع بعض في منظومة رائعة من الحب والسلام. معالي وزير الأوقاف عمل بروتوكول ما بين وزارة الأوقاف وما بين المجلس القومي للمرأة وما بين الهيئة الإنجلية، فنزلنا على أرض الواقع مسكين إيدينا في إيدين بعض، واعظات مع السفيرات مع مكرسات. طيب مع خدمات. عام 2024 عام للواعظات، ازاي هيتم تأهيل الواعظات الجدد، ازاي هيتعاملوا وازاي هيتم اعادة تدريب الواعظات القدامى المحترفين واللي بيوعظوا بمنتهى الود وبيوعظوا بمنتهى الحب وبمنتهى العلم، ازاي هيتم اعادة تأهيلهم وازاي هيتم تأهيل الواعظات الجدد؟
لا استاذه منى، هو ما فيش حاجه اسمها اعاده تاهيل. احنا اعاده تدريب لا ولا إعادة تدريب، إحنا من 2017 للنهاردة لا تتوقف الدورات التدريبية سواء للقدامى أو للجدد. يعني القدامى شغالين على طول على في تنمية للفكر مستمر، تنمية عندنا إحنا شايفين إن دائما في تطور في المجتمع، في تطور إزاي نتعامل مع الشباب، إزاي نواكب العصر، الفضاء الإلكتروني، إزاي كل الكلام ده احنا شغالين. يعني القدامى شغالين والجدد بيخشوا على أكاديمية الأوقاف الدولية، بيبدأوا الدورات زي ما احنا بدأنا في الأول، ثم يبدأ نفس التطور اللي حصل معنا يبقى مع الجدد. يعني معالي الوزير أو الوزارة شغالة مع الجدد ومع القدامى بنفس المنهج، إن في تدريب مستمر للجميع. إذا ماذا سيحدث في 2024؟ أو 2024 هيبقى عام الواعظات، فهيبقى الشغل كمان مكثف عن ما هو موجود عليه الآن. خلي بالك حضرتك، إحنا في قوافل دعوية مستمرة طوال العام للواعظات، بننتقل من محافظاتنا إلى محافظات أخرى، بننضم من الواعظات الموجودة. يعني أنا الحمد لله من فضل الله سافرنا أسوان، بني سويف. وهو ده دوركم يا دكتورة، دوركم التوعية، دوركم توعية، وعليكم مسؤولية كبيرة. وإن كنت حضرتك بتتحدثي على إن عام 2024 هو عام الواعظات، فأعتقد مسؤولية كبيرة ودور أكبر ملقى على يعني أكتافكم، لكن إن شاء الله أنتوا قد المسؤولية من خلال الفكر التنويري الوسطي اللي إحنا شفناه، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقكم دايما. بنشكرك دكتورة وفاء عبد السلام، إحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف بالأمس. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز الأهم الأنباء مع لميا، اتفضلي لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار. وأكد أمين مجلس الأمن الروسي الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد ثمن الرئيس السيسي مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. وقال الزعيم كيم جونغ أون أمام اجتماع لمجلس الشعب إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة بمثابة القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه. وحذرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محملة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفته بعدائية الولايات المتحدة. رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن رئاسة جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية. وجددت القاضية الأمريكية تأكيدها على التزامها الحياد، وذلك ردا على طلب هيئة دفاع الرئيس السابق في 11 من سبتمبر بالتنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترأسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول مطلع 2021. ضربت فيضانات وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر، وطالت مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق. وفرضت السلطات حظر تجول في بولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.
كما تسببت العاصفة وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال 3 أسابيع في فيضانات بجزيرة يوفوا قرب العاصمة أثينا. قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة تمرد دون التطرق للتفاصيل. وفي بيان له أوضح المجلس العسكري أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين متورطين في التمرد المزعوم. أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية ستعلن خلال ساعات، موضحا أن التحقيقات تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي شهدت اندلاع الحريق وكان بداخلها نحو 900 شخص. وفي بيان له ذكر وزير الداخلية العراقي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 14 متهما. من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كركوك العراقية تسمم 100 شخص بحفل زفاف في منطقة الحويجة جنوب غرب المحافظة. رياضيا، أسفرت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن عدة مباريات قوية لكبار الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل، كما سيواجه ليفربول نظيره بورنموث، ويخوض أرسنال مواجهة لندنية أمام وستهام، فيما يلعب تشيلسي مع بلاكبيرن روفروز. واختتمت مباريات الدور الثالث بتأهل نيوكاسل يونايتد على حساب مانشستر سيتي بالفوز بهدف دون رد، بينما تأهل ليفربول بالفوز على ليستر سيتي ب3 أهداف مقابل هدف، وأرسنال بالفوز على بريتفورد بهدف مقابل لا شيء، فيما أطاح تشيلسي ببرايتون بالفوز عليه بهدف دون رد. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا في احتفالاتنا بمرور 50 عام على حرب أكتوبر المجيدة، وحرب أكتوبر اللي جسدت عبقرية الشعب المصري وقواته المسلحة اللي غيرت مفاهيم الفكر العسكري في العالم كله. كان من أهم سمات نصر أكتوبر إن اتجسدت فيه تلاحم الشعب المصري والجبهة الداخلية، وإزاي يقدروا يقفوا ورا قواتهم المسلحة ويدعموها. زي ما قلت منا، يمكن هي كانت ملحمة حقيقية، والملحمة دي كان يعني العالم بيستغرب ازاي قدرنا نخرج من يعني النكسة، وقدرنا نخرج من هزيمة كل ما كانش متوقع ان احنا نقدر نقوم غير بعد 20 سنة على الأقل، لكن سرعان ما تداركنا ده، وقدرنا ان احنا نقدم للعالم كله قصة بطولة حقيقية لحد النهاردة الكل بيشيد بيها وبتدرس في يعني كبرى الكليات العسكرية في العالم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية تلاحم الشعب المصري والجبهة الداخلية أثناء حرب أكتوبر من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح النصر. أهلا وسهلا بحضرتك، بنسعد بوجودك. أستاذ محمد، شايف إزاي تلاحم الشعب المصري والجبهة الداخلية تحديدا في حرب أكتوبر 73؟ يعني أنا بشكرك، عايز أقول لك أنه التعبير اللي أنتوا ذكرتوه هي الملحمة، الملحمة اللي احنا بنسميها روح أكتوبر. روح أكتوبر دي يعني المصطلح خدناه من الحالة اللي كانت موجودة أو اللي سيطرت على الشعب المصري بدءا من 67، واتخاذ الشعب المصري قرار أنه هو هيقف خلف قواته المسلحة علشان تحرر الأرض. الموضوع ده ما كانش سهل، لأنه علشان دولة تحول اقتصادها لاقتصاد حرب هيأثر بشكل كبير جدا على المواطن، فيبقى عنده أزمات في حاجات كتيرة جدا، فهو يتنازل عن هذه الأزمات لأنه هو هيسخر كل قدراته للقوات المسلحة اللي بتستعد لمعركة فاصلة علشان تسترد الأرض مرة أخرى. هنا بنقول أنه روح أكتوبر دي الشعب المصري سطر فيها ملاحم كتيرة جدا في كل القطاعات. صحيح. الجبهة الداخلية المصرية كانت بمثابة حائط قوي جدا استندت عليه القوات المسلحة وهي بتستعد المعركة. ممكن زي ما حضرتك ذكرت كده انه الكل كان بيقول ان احنا قدامنا 20 سنة، بل في مدارس عسكرية قالت لا احنا قدامنا على الاقل 50-100 سنة، علشان حتى الساتر الترابي اللي بقى موجود ده صعب جدا ان مصر تتغلب عليه. حتى قالوا ان احنا في بعض المدارس العسكرية قالت ان احنا محتاجين لقنبلة ذرية لإزالة الساتر الترابي. صحيح. فإذا تحرير الأرض، لو قالوا إن القنبلة دي أضعاف هيروشيما وناجازاكي يعني. طبعا يعني هم حتى يعني هم صدروا لنا نقطة إنه إن أنتوا تحرروا أرضكم ده أمر مستحيل، فالمستحيل ده علشان يتحقق
لازم القوات المسلحه دي يبقى وراها جبهه داخليه قويه. يمكن كان مشير طنطاوي رحمه الله عليه قال في احد الاحاديث جمله مهمه جدا، قال احنا ما كناش نعرف ولادنا في انهي مرحله تعليميه، لما بنرجع في الاجازه ما بنعرفش هم في انهي مرحله تعليميه، لان المراه المصريه هنا كانت بتقوم بدور بطولي اخر، الاسره اللي موجوده دي كانت بتقوم بدور بطولي، كانت ورا المقاتل اللي موجود على الجبهه. احنا شفنا يعني ملاحم كتيره جدا حصلت في الجبهه الداخليه بتقول قد ايه صلابه هذه الجبهه كانت احد ركائز النصر اللي حصل في 73 بدءا من المواطن العادي. وشفنا كمان وزارة الداخلية لما طورت تدريباتها، يمكن الوزير وزير الداخلية ممدوح سالم اللي هو ممدوح سالم خد قرار بانه قطاع زي قطاع الامن المركزي من مايو 73 يبدا تدريبات عسكرية علشان يستعد، رغم انه كان محدش يعرف احنا هنحارب في اكتوبر 73 في 6 اكتوبر 73 ولا امتى، لان كان من ضمن خطه الخداع الاستراتيجي ان احنا اعلنا اكتر من مره والسنوات اللي اعلنها الرئيس السادات انه احنا هنحارب وهنحرر الارض ويحصل انه مفيش حرب. ولكن كل ده كان ليه دور كبير جدا في النصر في اكتوبر 73. خليني اتوقف عند بعض النقاط الخاصه بالجبهه الداخليه بدءا من وزاره الداخليه ودورها البطولي اللي حصل في 73 من بدايه المعركه، وشفنا قد ايه انه لما حصلت الثغره في اكتوبر 73 والملاحم البطوليه اللي حصلت في اسم الاربعين وكمان تامين القاهره من ناحيه الشرق لما حصلت الثغره وايضا منع قوات العدو بالمشاركه مع القوات المسلحه من الدخول الى الاسماعيليه، خليني اقول لك كمان المعركه الكبيره بتاعت اسم الاربعين دي كانت من اكبر المعارك واللي حالت دون انه يتحول او تتحول البروباجندا الاسرائيليه اللي اتعملت على الثغره الى واقع حقيقي. اسرائيل كان هدفها من الوصول لدخول السويس ان هي تصل لمنفذ بعد ما الجيش المصري قطع عليها خط الامداد من الشرق، كانت عايزه توصل للبحر. هنا لما حصلت ملحمه المقاومة الشعبية واللي كان فيها المواطن المصري في المقاومة الشعبية والأبطال من أبطال الشرطة المصرية حالوا دون احتلالهم لمدينة السويس كانت نقطة فاصلة مهمة جدا في المعركة. خليني أقول لحضرتك كمان أنه يمكن من ضمن النقاط المهمة في الجبهة الداخلية لما كانت تحصل أي أزمة كان مواطن يعني ما بيقفش عندها كتير، كان شفنا الازمات بتاعه المواد الغذائيه المصريين ما كانوش بيقفوا عندها. انا عايزه اقف قبل كده شويه، مش عايزه اتكلم على النصر لان بعد النصر احنا منتصرين وبعد حتى احنا حاربنا حتى ففي حماس ان احنا بنحارب. خلينا نشوف بعد النكسه على طول حتى من قبل بدء الاستنزاف ازاي حصل تلاحم وازاي حصل خلينا نقول ايه مش عارفه يجوز ليا استخدام التعبير الدارج لملمه للجبهة الداخلية وإزاي الناس المدنيين العاديين جدا نزلوا وقالوا لأ إحنا عايزين القيادة السياسية تستمر، إحنا عايزين القيادة العسكرية تستمر، إحنا عايزين نحارب وإحنا عندنا القدرة إن إحنا نتحمل في وقت كانت الناس ما نقدرش نقول غير إنها حاسة بالكسرة بتاعت النكسة. طبعا يعني بعد 5 يونيو 67 الموضوع كان مختلف في الشارع بشكل كبير جدا. الشارع المصري حصلت عنده هزة نتيجة انه ما كانش شايف ان جيشه القوي ده اللي بيعمل مشروع عسكري ضخم جدا في سيناء بنتكلم عليه انه يحصل عنده الهزة الكبيرة دي. الهزة دي اثرت على الشارع، ولكن الشارع ده لملم نفسه بسرعة شديدة جدا وبدأ يقف وقفة صلبة لما نزل وطالب الرئيس انه لن يتنحى وانه لازم يكمل المسيرة. دي نقطة مهمة جدا في تاريخ أو التعرف على تركيبة الشعب المصري. الشعب المصري شعب محب الأرض بشكل غير عادي. الشعب المصري دايما بيشوف أن الأرض، يمكن الجملة اللي احنا دايما بنرددها ونقول أن الأرض عرض، دي جزء من جينات الشعب المصري، شايف دايما أن أرضه التنازل عنها هو تنازل عن جزء من عرضه. عشان كده كان نزول المصريين اللي كان جزء كبير جدا منهم ما يعرفوش أبنائهم هل هم لسه ما زالوا أحياء ولا استشهدوا
في الحرب في 67، ولا ايه موقفهم بالظبط رغم الجنازات اللي كانت موجوده والسرادقات اللي كانت موجوده في الشوارع المصريه في كل الشوارع، الا ان هم اصروا ونزلوا يطالبوا رئيس الجمهوريه لما قال واعلن في خطاب التنحي ان هو سيتنحى وينضم الى الشعب المصري، نزلوا قالوا له لا انت هتكمل المسيره واحنا هنقف ورا الجيش ده علشان نسترد الارض دي، لان احنا مش ممكن نفرط في الارض ومش ممكن ابدا نفرط في قدره الجيش ده على انه هو قادر على استرداد الارض. صحيح. الرساله دي كانت رساله مهمه جدا، كانت رساله للجبهه الاماميه اللي هي القوات المسلحه، ورساله للعالم كله ان هذا الشعب لا يمكن له ان ينفصل عن قواته المسلحه. كانوا بيراهنوا بشكل كبير جدا على انه الروح المعنويه عند الشعب المصري هتنهار ويحصل تفتت ما بين الجبهه الداخليه والقوات المسلحه، فيحصل تاثير سلبي اكثر، لان معظم الحروب كده. يمكن حتى اسرائيل قالت ده. وحضرتك بتتكلم النهارده على فكره ان هم عاوزين يعملوا كان وقتها تفتت ما بين الشعب والقوات المسلحه، ربما هذه التحديات تتشابه كثيرا مع تحديات اليوم. يعني هو نفس فكره الحروب اللي النهارده بتحصل، ما فيش اعتداء صريح على الارض، لتطور نوع الحروب وحروب الجيل الرابع تحديدا اللي بتعتمد على الاساس ما فيش ساحه للقتال، لكن التحديات تتشابه مع تحديات اليوم. ازاي نقدر نستعيد روح اكتوبر اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول في هذه الامور؟ انا بشكرك، يعني يمكن كمان الامر المشهد اكثر صعوبه لسبب، يمكن في 73 او في من بعد 67 كان المشهد عفوا اكثر وضوح. ليه؟ لان الشعب كان شايف العدو بشكل واضح. احنا دلوقتي الشعب مش المواطن، يعني العدو عنده شكله مختلف لانه بيتلون وبيتغير وموجود في كل مكان حواليه وهو مش واخد باله منه. يمكن هنا الحروب الجديده مخليه الوضع اكثر صعوبة على صحيح. انه المواطن يقدر يميزه، ولكن لان الهدم بيجي من الداخل. طبعا الهدم بيجي من يعني قلة من المصريين اللي تم غسل عقولها، فبالتالي انت بتزيف مرحلة الوعي. خلي بال حضرتك انه نتيجة نصر اكتوبر 73 المتغير اللي انت احدثته على الارض هو اللي خلى الحرب في الوقت ده صحيح. او اتخذ القرار من بعد اكتوبر 73، ولو حضرتك شفت ان المنطقة العربية بعد اكتوبر 73 لم يحدث فيها حرب مواجهة لجيشين بشكل متكامل، لأنه أدركوا تماما أن الانتصار في المواجهة المباشرة هيكون صعب، فلازم يكون الحرب بشكل مختلف. وشفنا ده في الحالة اللي احنا موجودين فيها حاليا، واللي تم الإعداد ليها فترة طويلة جدا، عملية إعداد يعني تغييب عقول بشكل كبير، التأثير عليها التشكيك، ودي نقطة مهمة جدا، أنك دايما أنزع الثقة بيني وبين حضرتك وأفصل بالمفردات البسيطة جدا بيني وبين الدولة، فأفضل دايما أقول إن أخلي المواطن على خلاف مع الدولة وهو مش قادر يميز ما بين الدولة وما بين النظام، وفي نفس الوقت الحالة دي أبدأ من خلالها أخلي عنده دايما حالة تشكك. حالة التشكك دي من أخطر أسلحة الحروب النفسية ضد في مواجهة الشعوب، فيفضل دايما عنده حالة عدم ثقة. صحيح. ولكن خلينا أقول لك برضو، الرهان على النقطة دي رهان خسران بالذات مع المصريين، لأن وعي المصريين دايما هو اللي بيثبت أنه هو الأقوى. صحيح. وأنه هو ما زال هو المسيطر على الأرض. يمكن ده احنا شفناه في الفترة اللي فاتت، لأنه لولا وعي المصريين ما كناش أنجزنا اللي أنجزناه في الفترة اللي فاتت. مش في 30/6 بالتأكيد، مجرد كان في نفس الحالة إلى حد ما، لكن مجرد ما لقوا أن في حاجة بتمس الهوية المصرية، بتمس المصريين تحديدا تهديد والهوية الوطنية، تهديد الوطن. وهنا دايما بنقول أنه ما تراهنش غير على المصريين، ويمكن دايما القيادة السياسية بتراهن على المصريين ووعيهم. ليه؟ لأنه دايما الرهان على المصريين بيبقى كسبان. المصريين لما حسوا أن الوطن ده بيسحب من تحت أقدامهم وقفوا وخرجوا في 30/6، لما حسوا ان الوطن ده محتاج ان هو يتبني وقفوا علشان يبنوا دوله، لانك انت في كل مشروع انت بتمشي بتلاقي فيه مين؟ مصريين. مفيش حد صحيح. موجود بيشتغل على الارض في مصر النهارده بقالنا اكتر من 10 سنين، اللي شغالين على الارض مصريين، مفيش حد جاي من بره صحيح. يبني الدوله دي. هي دي الروح اللي موجود. ولكن احنا ما زلنا بقى قدام تحدي خطير، وهو انه دايما الدول لما بتبني نفسها وتبدا تنتقل من مرحله لمرحله، الطرف الآخر القوة الأخرى اللي بتستهدف الدولة ما بتبقاش عندها
القابلية أنه ينتقل هذا الوطن من مرحلة مثلا من الدول النامية إلى مرحلة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة. صحيح. أنه يحصل عنده تطور، لأنه لما هيتطور هيبقى قوة، فلما هيبقى قوة هيبقى صعب السيطرة عليه. هنا النقطة دي هو دايما بيغير سيناريوهاته في التحرك في مواجهة الشعوب دي، فيبدأ يشتغل عليهم فكريا، وهي دي أخطر الحروب. ده اللي حرب حصل الفكرية. وقتها الشغل على الوعي للجيل الصاعد اللي حصل، يعني إدراج كل ما هو مناسب في المناهج التعليمية سواء كانت للمدارس أو للجامعات. وزي ما كان أحمد بيقول منذ قليل ما أشبه الليلة بالبارحة، إحنا برضو عاملين نفس القصة دلوقتي في تطوير التعليم وبنتكلم في اللي بيحصل. لو اتكلمنا عن وقتها إزاي استم استخدام مناهج التعليم لرفع الوعي ولرفع الحماس عند الطلاب، وإزاي بنستخدم مناهج التعليم دلوقتي لمزيد من التطوير. يمكن إحنا كان التعليم مش هو بس اللي كان بيرفع الحالة المعنوية، إحنا كانت في حالة معنوية بصراحة في الفترة من 67 ل 73 في حالة معنوية عالية جدا. التعليم كان بيقوم بدور، كنا بنشوف في الإرشادات اللي موجودة على الكراسات والكشاكيل اللي كانت بتتسلم لينا، ويمكن إحنا حتى الفترة قريبة لحد الثمانينات كنت ما زالت الكتب والكراسات والكشاكيل الغلاف الأخير منها عليها مجموعة من التوجيهات والإرشادات اللي موجودة للطلاب يعني. خليني أقولك كمان الفن كان ليه دور كبير جدا جدا في صحيح. خلق حالة وعي غير عادية. تذكر أن أم كلثوم كانت بتحيي حفلات كان إرادها بيروح للمجهود الحربي. ضعفت الحفلات بتاعتها، كانت عندها حفلة كل شهر، عملت حفلة كل أسبوعين. عبد الحليم حافظ كل حفلاته كان للمجهود الحربي. معظم الفنانين كانوا بيدفعوا جزء من أجورهم للمجهود الحربي. خليني أقول لك كمان الحالة دي خلقت عند المواطن العادي، شفنا المصريين في المصانع كانوا بيتبرعوا بجزء من أجرهم اللي بيقبضوه للمجهود الحربي. شفنا طوابير الناس من يوم 6 أكتوبر وهم بيخرجوا الممتلكات بتاعتهم الذهبية بيتبرعوا بيها للمجهود الحربي، وشفنا الطوابير بزحام غير عادي. حضرتك حضرت حاجة من الأيام دي تحديدا أو شفت ده رؤى العين؟ أنا يعني أنا عارف لحضرتك مش كبير قوي يعني يمكن أنا في أو اللي كان بيقص لحضرتك من الوالد أنا جد. يمكن في 73 كان لسه عندي 3 سنين وثلاث شهور فكنت لسه بميز مش بميز بس اللي كان بيتحكي بعد كده. أنا يمكن من أبناء أحد المحافظات، من أبناء محافظة الشرقية، والمركز بتاعنا القرية بتاعتنا على طريق من الطرق الحربية، بيقولوا عليها طريق حربية يعني. الطرق الحربية دي يمكن جديد كانت تحكي لنا دايما انه لما قامت الحرب وقبل الحرب شويه كانوا دايما الاهالي المواطنين البسطاء في القرى لما يجوا يخبزوا في هو ده اللي انا عاوز اوصله في البيت. كانوا ازاي بيتعاملوا فيما يخص الغذاء؟ يعني كانوا لما يجوا يخبزوا في البيت فكانوا جزء منهم للناس اللي بتاكل للناس في البيت، وجزء تاني يطلعوا بيه السيدات بتطلع بيه على الطريق لو في قول مثلا من الاقوال العسكريه معدي فيدوهم الجزء من المعونه بتاعتهم. شوف انت بتقسم اللقمه بتقسمها بشكل حقيقي بينك وبين المقاتل اللي رايح الجبهه. دي حاله على فكره حاله غير عاديه، بتخلق روح معنويه عند المقاتل عاليه جدا طبعا. وبتخلق روح معنويه عند المواطن نفسه عاليه جدا. يمكن كان من الحاجات اللي رحمه الله عليه اللي هو طلعت موسى حكاها لي، هو كان موجود في احد الكتائب اللي موجوده في الفيوم، قال احنا كنا في الشتاء الناس كانوا بيجيبوا البطاطين بتاعتهم لينا واحنا في التدريبات. يعني هما كانوا في الفيوم في عمليات تدريب استعداد للمعركه. وعلى فكره تدريب الاستعداد للمعركه ده كان شيء ملحمي غير عادي. ده في دهشور. ده انا عايز اقول لحضرتك شيء ملحمي غير عادي، لسبب لان انت اتدربت على معركه ثلاث اضعاف المعركه الحقيقيه. صحيح. فده خلاك لما دخلت المعركه حققت المعجزه الحقيقيه اللي هي انه الجندي ده صعب ان انت تقيسه باي مقياس من المقاييس العسكريه، مقاتل المصري ده. فالحاله دي كانت موجوده عند الاسره اللي ربت ولادها على ده ان الارض عرض، وكان موجود عند المواطن اللي مش موجود على الجبهه انه اللي موجود على الجبهه ده انت لازم تحمي ظهره. صحيح. فالحاله الملحميه دي حاله بجد احنا لما بنيجي نسمعها من ابائنا وامهاتنا واجدادنا بقى بصراحه اللي عاشوا بقى. انا يمكن عارف اللي حضرتك بتقوله ده بيخلي الواحد وهو قاعد هو فخور بمصريته، فخور اللي هو يعني جدوده ونقول اهلنا بقى طبعا. هو ده التعامل ما بيننا وما بين بعض، اللحمه قصه حقيقيه. انا عايز اقول لك يا احمد حاجه،
يمكن مواطن بسيط كده قابلني مر، هو كان رحمه الله عليه، حكى لي قصه. هو كان من الارياف برضو، وكان في القوات المسلحه من ضمن اللي اتدربوا على الصواريخ الملوتيكا. صواريخ الملوتيكا دي كانت احدث حاجه احنا دخلناها المعركه، واستخدمت في ضد الدبابات باحترافيه شديده، لدرجه ان الروس نفسهم اللي صنعوا صاروخ هم نفسهم ما كانوش مصدقين ازاي بيحصل ده، لانه صاروخ بيتم التحكم فيه يدويا علشان تصيب الهدف، وثلاثه بيشتغلوا على الصاروخ. عايز اقول لك انه حكى لي مره، قال الرئيس سادات مره زارنا على الجبهه، وهو في حواره معانا فقال لنا جمله مهمه جدا، قال لنا بصوا يا اولاد، لما يبقى في واحد في جلابيته بقعه مش نظيفه، اول حاجه يعملها ايه؟ قالوا له يغسلها علشان ينظفها، عشان الجلابيه كلها تبقى نظيفه. قالوا في بقعه عندنا لازم ننظفها. دي كانت الرساله اللي كان القائد الاعلى للقوات المسلحه لما بيزور الابطال، كان دايما هو رئيس السادات يقول لهم يا اولادي. فعايز اقول لك الحاله دي، الروح دي اللي خلقت النصر، وهي الروح دي، لان انت وقت القتال على الجبهه ما بتعرفش تفرق ما بين الضابط وما بين الجندي، لان بالتأكيد بيبقى الكل على قلب رجل واحد، الهدف الاسمى ليه فقط هو الحفاظ على الارض والحفاظ على الارض. بالتأكيد. ونشكر حضرتك الاستاذ محمد امين، الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجله اكتوبر. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا فقراتنا مستمره، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل مع بعض باقي حلقاتنا. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقة يمكن في شهر رمضان اللي فات زميلنا محمد الشاذلي كان عامل سلسلة حلقات مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، اتكلم فيها عن رحلته مع القرآن الكريم وعن المدارس المختلفة في تلاوة القرآن. تعالوا نتذكر يعني جزء من هذه السلسلة من اللقاءات اللي عملها محمد الشاذلي ونرجع ونكمل معكم الكلام. مولانا أهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. احنا ختمنا الجزء الأول واحنا بنتكلم عن مولانا الشيخ محمد رفعت، وحقيقي هو تقصير مني والناس لمتني كمان، ازاي ما نسمعش صوت حضرتك وانت بتقلد الشيخ محمد رفعت؟ انا قلت لحضرتك طبعا ده شيء مجهد جدا ومتعب، ولكنه هو حليه ويعني تاج على رؤوسنا نفتخر به اذا ما حاولنا محاكاه الشيخ محمد رفعت. انا بارى ان بعض من يقلد صوت الشيخ محمد رفعت يحاول بقى يعني يخنف صوته ويقرأ من الأنف، ولكن أنا واحد من الناس لما بحب أقلد الشيخ محمد رفعت بقلده بصوتي أنا، يعني هي محاكاة للشيخ، ولكن مش لازم بقى أعمله زي ما هو موجود في الشريط وكلام زي كده، فيعني أحاول أجتهد أن أنا أقدم نموذج كده. أداه ودود يا مولانا، تفضل. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما ما شاء الله، فتح الله لك. دايما يا مولانا خامة صوت العريضة يقال ان هي أداة طياعة، يعني يقدر صاحب هذه الخامة، واعتقد ان حضرتك برضو من اصحاب خامة صوت العريضة، يقدر يقول كل المقامات، يقول كل الجوابات بمنتهى الأريحية، ما فيش مشكلة. لكن اللي صوته رفيع مثلا او ضعيف، ده ما يقرأش قرآن؟ لا يقرأ. ما هو سيدنا الشيخ عبد الباسط كان من الأصوات الحادة، ومع ذلك يعني رجل نشر القرآن في ربوع العالم، وأكثر الناس تأثروا بسيدنا الشيخ عبد الباسط. لكن أنا بقول لحضرتك المساحة الصوتية تقاس
من القرار إلى الجواب. فكلما كانت المساحة واسعة كلما حضرتك تحركت في هذه المساحة بحرية، لكن كلما كانت المساحة ضيقة من منطقة القرار إلى منطقة الجواب منطقة ضيقة فبيكون التحرك فيها صعب جدا. فأصحاب الأصوات العريضة دائما بيشبعوا الأذن بقراراتهم، وكما أن الجواب يمتع ويشبع فأيضا القرار يمتع ويشبع. ولذلك يعني احنا بنعتبر القرار هو أرضية الدخول إلى الجواب. وكانوا دايما يعلمونا من لا قرار له لا جواب له، اللي ملوش قرار ملوش جواب، لكن كلما كان قرارك عريض كلما كان لك جواب وجواب الجواب. لكن الصوت الحاد دائما تجد أرضيته في القرار ضيقة جدا فغير مشبعة للأذن. لذلك تجد لما بيبدأ من منطقة عالية، يعني بدل ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي دليل على إن عنده قاعدة قرار كويس، لكن التاني الحاد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتجد دخل في منطقة تقارب منطقة الوسط ويزيد. شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا وفيه كتاب الله قد نزلا طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وليلة القدر فيه الإله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزل. الله الله الله. امبارح في احتفالية المولد النبوي الشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كرم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي اللي كان موجود وكان بيتحرك على كرسي متحرك نتيجة إصابته في قدمه ومنحه التكريم. يعني الشيخ يعني ألف سلامة طبعا على الشيخ الطاروتي، لأن يعني ليه إسهامات كتيرة جدا وصوته زي ما سمعنا في اللقاء مع الشاذلي يمكن هو مدرسة خرجت أجيال كتيرة، وكلنا بنسعد وبنتشرف إن يعني الشيخ الطاروتي هو أحد المشايخ المصريين اللي بيشرفنا دلوقتي كمان ومعانا عبر الهاتف. صباح الخير يا شيخ عبد الفتاح. صباح الأنوار، بارك الله فيكم وحفظ الله ومد من كل مكروه يا رب. اللهم آمين. ربنا يبارك في صحتك. ألف مبروك وألف سلامة. أشكركم على هذا الشعور الطيب وعلى هذا اللقاء الجميل. دائما يعني التكريم في القلوب هو أعظم وأكبر من أي وسام، لأن أي إنسان مهما يكرم وملوش حب في قلوب الناس أعتقد أنه ما حصلش على أي شيء في الدنيا خالص. صحيح. طيب أنا شايف أن الحب الذي لمسناه منكم ومن كل المحبين ومن كل المتابعين يعني أشعرني بالتكريم الحقيقي أن يكون الإنسان تواجد بحبه وبأخلاقه. يا شيخ عبد الفتاح حضرتك متواجد في بيوت كل المصريين، يعني مش عايز اقول الغالبيه العظمى، لا كل المصريين. يعني ربنا يديم نعمه القران في بيوتنا دائما يا رب. يا رب اللهم اكيد. احنا شايفين مع بعض على الشاشه مشاهد لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيطمن على صحتك وبيكرمك لسبب يعني ان ما كان عندك اصابه. الحمد لله على سلامتك. اولا يعني متعودش تاخذوا هذا الشكل بظاهره، انما خذوه بكل المعاني الجليله الانسانيه الاخلاقيه الفاضله في شخصيه هذا الزعيم
الإنسان الذي يملك قلب، والله أنا لا أقول ذلك إلا لله تبارك وتعالى، هذا الإنسان تملك في حنان الأب بساطة الإنسان المصري الذي يحب أبناء شعبه ويريد أن يكون من أبناء شعبه نماذج يفتخر بها أمام العالم. هذا الرجل هو الذي يعني يأخذ بأيدينا ليرى العالم إنجازاتنا في الشخصيات السامية الراقية المتميزة المتفردة. يعني مين يظهرنا للعالم إلا قائد وزعيم ورئيس فعلا فخور بأبنائه وبشعبه. وأنا أحب أقارن ما بين اللي عملوا معايا وما بين اللي عملوا مع المتميزين مع أبنائنا في الإسماعيلية وفي جامعة قناة السويس، إزاي كان فخور بيهم ونقول لا يمكن لأمة أن تضيع وفيها مثل هذا الشباب العالم الواعي الصاعد الذي ينتظر مستقبل مشرق ولا يمكن أن تدور عليه الدنيا أو نخاف عليهم في يوم من الأيام. شيخ عبد الفتاح، أنا شايفة حوار بينك وبين سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الود، كنتوا بتقولوا إيه وكنتوا بتتكلموا في إيه؟ أولا يعني أنا ساعة ما وصلت كان عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني كيف يصعد السيد الطاروطي بالكرسي المتحرك؟ نضعه في الكواليس خلف المسرح عشان لما ينادى على اسمي اكون قريب جدا لدخول سيادة الرئيس، ولا هيشيلوني بالكرسي، ولا هطلع على عكاز وانا مش قادر اقف على رجليا لانني عامل شرايح ومسامير. ربنا يديك الصحة. الف سلامة عليك. طبعا يعني اذن مدير مكتب سيادة الرئيس قال لي اطمئن محل سيادة الرئيس هينزل لك. قلت له ده كتير عليا، يعني انا ما اقدرش اتحمل هذا الشرف الكبير. هذا الامر حدث بسيدنا معالي الدكتور احمد عمر هاشم ربنا يديله الصحه نظرا لكبر سنه ولقيمته العلميه، بس انا اقل من انه ينزل لي سياده الرئيس، اللي بينا بيحبك وهينزل لك. فطبعا هذه المقدمه. بس هو حضرتك برضه ليك قيمه وقامه علميه برضه في قلوبنا جميعا، يعني ربنا يبارك في عمرك. يعني انا يعني افتكرت هذا الشرف على نفسي. نعم. من معالي فخامه الرئيس ينزل وبعدين يرجع تاني، لقد كان فعلا انت اول واحد في الصف الاول على اليمين فنزل لسياده الرئيس. بقول له بتمثل عليك لنزولك لتكريمي تاج على راسي ووسام على صدري، وهو التكريم ذاته اكبر من اي وسام احصل عليه. يمكن نكون اتعودنا على اللفتات الانسانيه التلقائيه اللي بيقوم بيها دايما سياده الرئيس، وكل مره بيبهرنا بشكل مختلف، ولكن احنا دايما حاسين بقربه مننا ودايما حاسين بقد ايه بيتصرف بمنتهى التلقائيه ومع كل الناس. هو ده اللي احنا مش عاوزينه ناخده على انه عادي، وعاوزين ننظر له بمعاني اسمى من انه شيء عادي نازل لشخص عنده ظروفه والى اخره. هذا الانسان الطبيعي البسيط المحب الذي ليس عنده تكلف، الذي يتعامل معنا كاب كبير للعائله المصريه. صحيح. يجب ان احنا نثبت هذه المعاني ونقدر رئيسنا ونجله ونعطيه من التقدير، لان من الاسلام ومن الايمان ان نجل ولي امرنا فنعطيه من التقدير والاجلال ما يليق بقدره، ونتناسى اي سلبيات او اي خلافات، لان اهدار قيمه وكرامه كبير العيله هو اهدار للعائله المصريه كلها بالكامل. ربنا يبارك في صحتك، مبروك عليك التكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، شكرا لوجودك معانا ومبروك عليك التكريم. يعني شكرا شيخ عبد الفتاح الطاروطي، والف سلامه على حضرتك ويا رب كده يتم شفائك على خير. يمكن من يومين خرج التقرير النصف سنوي لقياس تجربه المريض بالتامين الصحي الشامل والصادر عن هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، ويمكن دي طريقه جديده مستحدثه في المنظومة الصحية لقياس رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن ده حاجة من الحاجات اللي بتميز دلوقتي فكرة قياس الأثر
أعرف أنا عملت حاجة أشوف المردود بتاعها على الناس إيه. التقييم، تقييم التجربة بالسلب أو بالإيجاب لتقديم مزيد التطوير. من الجهد ومزيد من التطوير في التجربة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتاج هذا التقرير. معنا على التليفون الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة منة وأستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك ويوم سعيد وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا وسهلا وحضرتك بصحة وسلامة. يعني كلمنا على التقرير النصف سنوي اللي صدر من الهيئة، من الإدارة المركزية عفوا للرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. طيب يعني عشان أتطرق إلى هذا التقرير خليني أوضح لحضراتكم وللسادة المشاهدين إن إحنا هنتفق على إن المرض من أصعب التجارب اللي ممكن يمر بيها الإنسان. صحيح. دايما بتلاقي المواطن المصري البسيط يقول لك أنا عايز الستر والصحة، وده لأن المرض مرتبط دايما بذكريات من الألم ورحلة ممكن تطول أو تقصر في العلاج والأدوية. صحيح. لحد ما يرجع المريض لحالته الطبيعية مرة تانية، وتجربة المريض اللي هي بتقاس من خلال هذا التقرير خلال رحلة العلاج ببساطة هي اللي كل اللي بيمر به المريض أو أسرته، يعني اللي بيسمعه واللي بيشوفه واللي بيشعر بيه ويتأثر بيه أثناء حصوله على الرعاية الصحية. نعم. هي مجموعة من التفاعلات والتعاملات اللي بتحصل خلال رحلة العلاج كلها بين المريض وبين النظام الصحي كله وعلى رأسه طبعا اللي بيقدم له الخدمة الطبية. نعم. وهنا بيجي دورنا ودور جميع المسؤولين عن جودة وسلامة الخدمة الصحية، وهي اننا بنبذل اقصى جهد ممكن علشان تبقى هذه التجربة يعني اللي هي تجربة المريض اثناء رحلة العلاج بتحقق راحته وسلامته واحترامه وبتستجيب لرغباته وتفضيلاته وبتقدم كمان الدعم النفسي ليه وبتسهل حصوله على الخدمة وتلبي احتياجه طبعا للإحساس بالأمان أثناء إقامته داخل المستشفيات أو وحدات الرعاية الأولية في المستشفيات وغيرها. طيب في بعض الأحيان يعني أقصى جهد ممكن بيكون كافي، وبعض الأحيان أقصى جهد ممكن بيكون محتاج لتطوير والمزيد من الجهد. أبرز التعليقات اللي جت أثناء الاستطلاع كان إيه؟ تمام. يعني هو إحنا يعني عايز أقول لحضرتك إن في هنا مفهوم مهم جدا اسمه الرعاية المتمحورة أو المتمركزة حول المريض. ايه الفرق؟ في فرق كبير قوي يا فندم بين ان انا بركز على المرض، يعني انا كمقدم خدمه كدكتور او هيئه تمريض او صيادله او اطباء اسنان ابقى مركز بس على المرض، لكن الحقيقه المريض اللي بيبقى داخل المستشفى ده انسان احتياجاته طبعا. مش بس مرضه، احتياجاته ان هو انسان عايز يبقى مستريح في نومه، بيستمع لرايه، بتطرح قدامه مشكلته ومشكلة المرض كلها، بيتشارك مع الدكتور بتاعه في رسم خطة علاجه. الحاجات دي اسمها رعاية متمركزة حول المريض وليس حول المرض. واحنا في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بنطلب من جميع المنشآت انها تقدم هذا النوع من الرعاية، لانها مش بس بتنعكس على سعادة المريض ورضاه عن الخدمة، ولكن هي مرتبطة بسلامته وسرعة شفائه. يعني منظمة الصحة العالمية أثبتت بما لا يدع مجال للشك إن إشراك المريض في وضع خطة علاجه بعد طبعا ما تطرح قدامه كل البدائل وتشرح له ويبان قدام المريض إذا كان هيتعالج بجراحة ولا يتعالج بدواء ولا يتعالج مجرد بعلاج تحفظي والنتائج بتاع كل بديل من هذه البدائل، والمريض هو اللي يختار، هو اللي يختار ويقدم الموافقة على ذلك، ده بيقلل جدا من نسبة الأخطاء الطبية. صحيح. وبيساعد جدا في زيادة رضا المريض عن تجربته أثناء إقامته في المستشفى وعن تلقيه الخدمة الطبية. إذا كنت حضرتك بتسأليني إحنا وصلنا لإيه، إحنا عملنا يعني فوق 62 ألف استطلاع رأي. نعم. من خلال 168 زيارة رقابية
خلال بس 6 شهور. كان ابرز التعليقات فيها الصحية. ايه؟ احنا بنركز، هي ابرز الحاجات ان في نسبه رضا اعلى بعد تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل. نعم. وان دايما المريض بينشد. دكتور بس عشان نذكر الساده المشاهدين ان ده او قياس الاثر ده على منظومه التامين الصحي الشامل اللي مطبقه في عدد من المحافظات. مظبوط يا فندم. نعم. هذا النظام اللي هو نظام التأمين الصحي الشامل هو النظام الذي تبنته الدولة وبيحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من سيادة الرئيس شخصيا ومن القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية. لا. علشان نرتقي بالخدمة الطبية لكل المواطنين. هذا النظام طبق حتى الآن في 6 محافظات وبنستعد لمحافظات أخرى ستنضم قريبا جدا للمنظومة. علشان بحلول إن شاء الله 2030 يبقى هذا النظام مطبق في كل مصر. نظام بيعتمد على إن المواطن المصري لما يصاب بالمرض بيتوجه إلى وحدة رعاية أولية اللي بتغطي حوالي 70% من الخدمات الصحية. ثم إذا احتاج المواطن بعد الكشف عليه في وحدة الرعاية الأولية إلى التحويل إلى مستشفى أكبر برعاية أكبر بتخصصات أدق بيحال إلى المستشفى، وده لا تتعدى هذه النسبة أكثر من 30% اللي هي الرعاية الثانوية والثلاثية من الطلبة. وكل ده بيقدم بالمجان للمواطن المصري في مستشفيات الخاضعة للتأمين الصحي الشامل تحديدا اللي انطلق في بورسعيد كمحافظة أولية ثم طبق في عدد من المحافظات يعني في مدن القناة الأخرى تحديدا. والهدف الرئيسي والأول لهذا النظام التأميني الشامل هو الاهتمام بصحة المواطن المصري ورعاية المواطن المصري. بنشكر حضرتك الدكتور أحمد طاهر رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا حلقتنا خلصت، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.